بالتعب عودة ضراوي في وسط الميدان. بالنسبة لمولودية الجزائر شعال حشود عودة دمو طبعا حاشي كان حاضر في لقاء الوفاق الأسبوع الماضي، عزي مباركو ديونغ درارجا هداف مسجل هدف المولودية، نقاش بورديم شريف الوزاني مكان أمادا المتواجد في قائمة الاحتياط، حدوش الغائب عن رابطة أبطال لأنه غير مؤهل طبعا اليوم حاضر في القائمة الأساسية لمولودية الجزائر، مرسلي حشي مامون أمادا بن عروس عروس ويبع هي القائمة الاحتياطية بالنسبة للمدرب المساعد والمحضر البدني اليوم فارس بالخير. فارس بالخير طبعا ومدرب وفاق سطيف الطوسي على الصورة كيف يفكر والفوز بالنقاط الثلاث والتأكيد أمام المولودية المهمة ستكون صعبة طبعا. دعاوي شعال حارس مرمى مولودية الجزائر كذلك نظن تحت ضغط كبير في لاعبي مولوديه الجزائر، الحاجه الوحيده اللي رجوع الجمهور في لمسانده لاعبي مولوديه الجزائر هو بدايه القويه تاع لاعبي المولوديه. نعم والانطلاقه لمولوديه الجزائر والكره عند عزي طويله، هل سيكفر عزي عن ذنبه لانه سجل ضد مرماه في اللقاء الماضي، لكن باول فرصه تدخل في اخر المطاف عبود يعود واخراج كره خطيره وخطيره جدا في الدقيقه الاولى، المولوديه تريد الضرب بقوه منذ اللحظات الاولى، ركنيه اولى في هذا اللقاء تنفذ طويله ناحيه والدفاع، يدخل عبود مره اخرى بالصدر يراقب يراوغ ورايح يخرج الكره يحاول يراوغ لكن خطا ويرتكب الخطا في هذه المنطقة، عبود كان بإمكانه إخراج الكرة لكنه حافظ على الكرة وارتكب أمام من؟ أمام درارجة الخطير الذي يريد اليوم إعادة المولودية إلى السكة. هذه يعني تكلمنا أنه حاجة الوحيدة أنه لرد الاعتبار فريق مولودية الجزائر هو الضغط على الفريق وفاق سطيف ما يخليش يعني يخرج بالكرات، وهذا ما شاهدنا يعني الكرة الأولى كانت تسبب خطر على دفاع وفاق سطيف. نعم وهو المكان المحبب لدرارجة في هذه الكرة الثابتة الأولى في هذا اللقاء، درارجة دائرية جانبية لكن بعيدة نوعا ما عن إطار الحارس زغبة. إذن بداية قوية للمولودية ودرارجة على الصورة حتى تشوف شوف اللقطة عبد النور تمريرة في العمق وراء ظهر المدافعين كان لكن تمريرة بورديم مع الأخير كانت نوعا ما ناقصة، شوف يعني خذ المعلومة لكن كانت ناقصة ولحسن حظ اللاعب رقم 13 اللي هو اللي قص الكرة ورمى الكرة ركنية. نعم نمديل هاي الكرة للمولودية تجاوب الجمهور، هل ستخرج المولودية منتصرة في هذا اللقاء وزملاء حشود في ظل الوضعية الصعبة التي يمر بها المولودية خاصة بعد إقالة المدرب والمدير العام قاسي سعيد، آخر أخبار تقول أنه قاسي سعيد هذا المساء أعيد إلى منصبه كمدير رياضي بعد تدخل طبعا المدير العام للشركة. هاي فرصة أخرى للوفاق لكن جحنيط ما توصلوش الكرة، تدخل الدفاع ناحية من الكرة للمولودية دائما ديانك ناحية الهجوم، تدخل منديل مرة أخرى إخراج الكرة إلى التماس، قلت المولودية التي تمر بأوقات صعبة نتمنى لها أن يعني تفوت هذه المشكل، حكم يقول مخالفة لصالح المولودية، ضغط منذ البداية للمولودية طبعا، الخبر سنقوله بعد لحظات بعد هذه المخالفة والكرة الثابتة هذه المرة من يسار الحارس الوفاق زغبة عندما كانت الأولى
من اللاعب درجة من الجهة اليمنى لزغب على الصورة المتألق في البطولة الوطنية خاصة هذا الموسم، يقدم أداء رائع ورائع جدا مع وفاق سطيف اللي كان عنده دار مباراة كبيرة يوم الثلاثاء ضد المولودية، كان يعني خذا كل الكرات الهوائية، وهذا الشيء اللي يعني ساعد دفاع وفريق وفاق سطيف. نعم، بورديم وحدوش أمام الكرة، من سيربط الكرة، هل بورديم أم حدوش؟ الاثنين في الأخير بورديم بيسره لكن عالية نوعا ما عن إطار الحارس زغبة. نعود إلى الخبر، عودة قاسي سعيد عبد النور، هل هي في صالح المولودية أم لا؟ سوف لن نتدخل في الأمور الإدارية للمولودية، لكن ما حدث مباشرة وإقالة المدرب وكذلك قاسي سعيد من قبل السيد محمد حيرش في الأخير بعد اجتماع اليوم حسب آخر الأخبار وحسب بعض المسيرين القلائل الحاضرين هو بملعب خمسة جميل الذين أكدوا هذا الخبر. يعني شوف، يعني تحس بلي فريق راه يمر بظروف صعبة، إقالة الطاقم الإداري هو اللي على رأسها كمال قاسي سعيد، وحتى المدرب في ظرف يعني مع بداية البطولة، وحتى يعني الناس ما تقبلتش الإقصاء تاع كأس إفريقيا، هذا الشيء يدخل يعني في مشاكل تاع فريق المولودية. نتمنى أنه يسيبوا حلول، وحتى لو يرجع كمال قاسي سعيد ممكن راح تكون استقرار وتنقص الهدوء، لكن مولودية الجزائر بالإدارة وكل شيء أنه مطالبة أنه بتسيير العقلاني وليس تحت ضغط وتضافر الجهود كذلك، لأن هذا الجمهور يريد فريق قوي، يريد اللعب على أرضية الميدان، يريد النتائج، يريد الأهداف من قبل نقاش والزملاء. هذه فرصة، ماذا يقول الحكم؟ ركنية أخرى بعد توغل نقاش من الجهة اليمنى لهجوم المولودية. طبعا جمهور المولودية يحتاج إلى فريق كبير، إلى لاعبين كبار، إلى لاعبين يتألقون بالبطولة وخاصة على المستوى الإفريقي كذلك. بعدما أقصي هذه الركنية، بعد هذه الركنية لصالح المولودية، ضغط متواصل منذ اللحظات الأولى، كيف سيكون رد فعل وفاق سطيف؟ الركنية عالية، تدخل الدفاع مرة أخرى إلى التماس، تماس مرة أخرى، الكرة دائم للمولودية تنفذ مباشرة ناحية ديونغ، يرجع إلى الوراء، أين يتواجد دمو العائد إلى التشكيلة؟ خلف يقول الحكم، واللي اليوم نشاهد يعني التغيير حتى ذهاب المدرب المحضر البدني اللي هو فارس بالخير، حتى السيستم يعني تغير فريق مولودية الجزائر، راهي 3-5-2، يعني شاهدنا أنه عزي دمو ومباركو في المحور، على الجهه اليمنى حشود، على الجهه اليسرى يعني لعب سابق للوفاق اللاعب حدوش اللي راهو على الجهه اليسرى، وفي الهجوم شاهدنا انه دراجة ونقاش وراءهم لاعب بورديم. اما بالنسبه للفريق الوفاق، نعم اليوم يعني نمدي لدخول عده لاعبين طبعا في وسط الدفاع، ما هي الخطه التي يدخل بها الطوسي؟ نظن ان الفريق الوفاق راهو يلعب بخطه 4-1 اللي هو كارتكاز سيدهم، والاربعه الاخرين في المسطح اللي هو يعني جحنيط ربيعي واللاعب دراوي وقلب الهجوم هو بنوح. نعم، بنوح في آخر محاولة، تدخل الدفاع المولودية للتماس، بنوح توصل الكرة، بنوح داخل 18 متر، لكن تدخل الدفاع عن طريق دمو، إبعاد الخطر والمراوغة من حدوش وسط الميدان عن طريق الدرارجة، تحصل على مخالفة يقول الحكم، جاء المخالفة للحكم. نعم، مباراة صعبة للفريقين، وراح يكون يعني معركة في وسط الميدان، لأن تواجد لاعبين تاع الوفاق اللي هما ممكن يكونوا 5 لاعبين كما تكلمنا عليهم، هو سيدهم ربيعي جحنيط واللاعب دراوي، مع نفس الشيء بالنسبة للمولودية، بورديم، لاعب ديانج، حدوش، حتى ممكن حشود راح يدخل وسط الميدان، راح تكون معركة وراح تكون فيها عدة مخالفات. كرة أخرى لكن ما توصلش لتدخل دفاع الوفاق، شوف مرة أخرى كيف إخراج الكرة من حيث أتت، ديونغ استرجع الكرة من وسط الميدان ناحية عزي، رجع الوراء إلى دمو توصل إلى بورديم بالرأسية ناحية هداف الفريق، كرة جميلة خطيرة لكن تدخل الدفاع.
الى هذه الكره من حدوش من الجهه اليسرى، لكن تدخل الدفاع الصيفي فقط حتى توفيق فرحاني على الصوره. شوف يعني ارتباك كبير في دفاع الوفاق، ما كاش تجانس، ما كاش غلق المساحات، لهذا انه المهاجمين تاع مولوديه الجزائر بسرعه يكونوا خطيرين على الدفاع الوفاق الصيفي. نعم هاي كرة عن حشود في تنفيذ الركنية، تنفذ الركنية، وصلش تدخل عنوع يبعد الخطر ناحية الهجوم دمو في قطع الكرة إلى التماس. هذا هو يعني القوة الوفاق، يلعب بالهجمات المعاكسة، يعني تحول من الدفاع إلى الهجوم بسرعة، وهذا ممكن راح يشكل خطر على دفاع مولودية الجزائر. وهي الكرة الحديثة التي يطبقها الوفاق العالمي، الكرة توصل إلى زغبة، إخراج الكرة إلى الهجوم في الاستقبال، ميباراكو إلى دمه إلى الوراء إلى حارسو شعال، جهتو دفاع الوفاق الصيفي لحد الان حاضر، لكن لا وحتى المولوديه تلعب في العمق في ظهر لاعبي وسط دفاع الوفاق الصيفي في عمق، وحتى تشوف يعني تمركز اللاعب بورديم وراء درارجة ونقاش، هذا الشيء اللي مطلوب من البورديم اللي نعرفوه في اللي كان في شبيبة ثورة، لانه شاهدنا في زوج او ثلاث مباريات لاعب بورديم كانه تائه داخل ارضيه ميدان، ممكن يعني تفطن الفارس بالخير المحضر البدني، اليوم رانا موجود يعني تمركز وراء ودائر المس عده كرات. نعم هاي الكره اللي ضيعها عبود توصل يا شريف الوزني، ضربه جزاء، ضربة جزاء يقول الحكم، ضربة جزاء في هذه اللحظات لصالح المولودية في الدقيقة العاشرة من هذا الشوط الأول. هجوم قلت عبود ضيع كرة، حذاري من هذه الكرات التي تضيع، خاصة وأنها منطقة وأمام من؟ أمام درارجة وسرعة شريف الوزاني الذي لعب بالكرة بسرعة بسرعة. وتكلمنا تمركز بورديم، شوف بورديم وين موجود، شوف هو صاحب التسديدة. نعم من وراء كلمنا انه كمهاجم ثاني يعني، وكانت نظن كانت اعتقد انه كانت فيه لمسيد. نعم لمسيد اعلنها قبل يعني لاعبي الوفاق ربما طلبوا بوضعية تسلل، لكن الحكم اعلنها ضربة جزاء لمسيد. المهم في هذه اللحظات المولودية هل ستفعلها في هذه الدقيقة وتسجيل اولى اهداف هذه المباراة التي نريد ان تكون قويه؟ ما اظن اعتقد لا 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 ما لمستوش حسب الصوره، حسب الصوره او كان حتى اللي يسجل الايدي تعسيدهم كان نعم وراءه، كانت وراءه وكانت يعني مثبته في جسمه ها مره اخرى رقم هنا كانت مثبته جيدا ام حركها بعد ما جاءت الكره. نعم الحكم بالسيري قال ضربة جزاء في هذه اللحظات. درارجة هداف الفريق أمام الزغبة المتألق في البطولة أمام الوفاق، وزغبة يتألق، زغبة يتألق ويتصدى لكرة اللاعب درارجة وليد الذي ضيع أمام هذا الأسد، أمام هذا الحارس الذي كرة خطيرة أخرى، وديم راحت له الكرة. هنا شوف حتى المولودية وأن لا فرحة الوفاق الصيفي طبعا وأنصاره أكيد الحاضرين هنا بملعب خمسة جويلية. شوف زغبة كرة جيدا، معروف زغبة يعني بيت يعني من الحارس من الاختصاصيين في ضربات الجزاء، ونظن برهن أنه متألق حارس متألق وعنده يعني هنا زاد يعني الضغط على فريق مولودية الجزائر، وممكن تكون في صالح الوفاق هذه التصدي تاعك ضربة الجزاء. نعم كيف ستكون القوة الذهنية للاعبي المولودية بعد تضيع هذه الكرة؟ طبعا نفس الشيء أجرى الاتحاد الجزائر في كأس الكاف بعد ما ضيع مفتاح ضربة جزاء، لكن اتحاد الجزائر عاد وسجل هدفين، لكن هذه البطولة وليس كأس الاتحاد الافريقي. المولودية عزي من الجهة الأخرى، حياة من حشود، رجع الكرة إلى الوراء، شريف الوزاني في وسط الميدان، توصله من بورديم، ترجع له الكرة، بورديم مرة أخرى المتألق لحد الآن بيسرى، كصانع ألعاب فريق المولودية،
بورديم ناحيه ديونغ، بورديم الى من؟ الى عزي، عزي في العمق ما توصلش الكره الى نقاش، مازال الكره. ماذا يقول الحكم؟ مخالفه، نعم مخالفه، يرتكبها درجه امام مدافع الوفاق. درجه على الصوره، السم القاتل في هجوم مولوديه الجزائر، لكنه ضيع ضرب الجزاء، يريد تعويض ما ضيع درجه. طبعا له قوه ذهنيه كبيره، ان شاء الله اهداف في هذا اللقاء، ان شاء الله اهداف كثيره يا عبد النور. توفيق صراحه من احسن لاعبي الفريق المولوديه في هذه المباريات الاخيره، اللاعب اللي يعني فعل كل شيء، كان هو الممرر، هو المسدد، هو المسجل، يعني كان دائما يرجع الفريق المولوديه في المباريات لما تكون الفريق المولوديه منهزم. نعم، شريف الوزني بعد الخطر، مازال سطيفية، العزي مرة أخرى، حشود في صراع، في الأخير دفاع المولودية تفوق، لكن لثواني فقط وترجع الكرة سطيفية، إبعاد الخطر ناحية جحنويط القائد، مراوغة بوسط الميدان عن طريق عيود، يمررها إلى الجهة اليسرى، هنا يتواجد فرحاني. فرحاني امام عيبود، ترجع الى فرحاني، فرحاني يرجع الى الوراء لانه محاصر لاعبي المولوديه، يستعملوا البريسينغ على لاعبي وفاق صيف لما يكون لاعب وفاق صيف حاملين للكره ناحيه الهجوم. حتى عارفين لو يخلوا الفريق المولوديه الوفاق تلعب وتكون يعني تكون حريه والاستحواذ الكره، راح يكونوا يعني يسبوا مشاكل كبيره للفريق المولوديه. نظن حسب يعني 15 دقيقة مولودية أكثر يعني تنظيم من وانتشار على أرضية الميدان، وأكثر مبادرة وأكثر ضغط، عكس فريق الوفاق اللي يسير في الدقيقة الأولى ويلعب بذكاء كبير. بذكاء كبير، هل سنلاحظ ونعيش ردة فعل قوية من وفاق سطيف في هذه اللحظات؟ مخالفة، يقول الحكم، بوردين بسرعة ناحية درارجة، بوردين كاد مدافع الوفاق أن يباغت زغبة إلى الركنية، يقول الحكم لصالح مولودية الجزائر بعد هذا الضغط. نمديل العائد إلى التشكيلة، أول مباراة، نعم اليوم إلى التشكيلة الأساسية، حدوش في تنفيذ الركنية بيسرى دائرية، ماذا يفعل بورديم؟ يرجع الوراء إلى حشو، التسديد جانبية، ركنية مرة أخرى لصالح المولودية. شوف ضغط متواصل للمولودية أمام الدفاع الوفاق الذي يعاني في الربع ساعة هذا، 16 دقيقة معاناة للوفاق، الوفاق ولا هجمة طبعا منسقة بين وكأنها إلى أهداف، لكن المولودية ضيعت العديد من خلال التسديدات والركنيات، الكرات الثابتة هل ستأتي بالجديد للمولودية وتدخل الدفاع مرة أخرى؟ استرجاع الكرة، لكن الدفاع الصيفي حاضر لحد الآن عن طريق بنوح، ترجع الكرة إلى بدران بوسط دفاع الوفاق، يمر إلى جحنيت قائد الفريق على الجهة اليسرى لهجوم الوفاق سطيف، ماذا يفعل جحنيت أمام عزي؟ جحنيت يراوغ، يمرر التسديدة، أرضية جانبية خطيرة، هذه التسديدة أولى التسديدات الخطيرة لوفاق سطيف يا عبد النور، ومن من؟ ربيعي. من طريق ربيعي، هذا اللاعب الذي سدد أرضية خطيرة جدا، المولودية ترد لكن زغبة بالمرصاد من الجهة الأخرى لدفاع المولودية. شوف اللقطة مرة أخرى، يعني شوف التسديدة، شوف وين كي يعني تكلمنا على التحول من الدفاع إلى الهجوم بسرعة من طرف الوفاق. هذا اللاعب ربيعي يعني لاعب لي متعدد المناصب، لاعب لي عنده عمل كبير داخل أرضية ميدان، لاعبين اللي ما نتكلموش عليهم كثير، لكن لاعب اللي عنده ثقل كبير في الفريق، يلعب كقلب دفاع، يلعب وسط ميدان، يلعب كظهير، ونشاهده حتى في يعني في النزعه الهجوميه وكان موجود وكان صاحب التسديده، لاعب اللي عنده يعني قيمه ثابته في الوفاق. قيمه ثابته في الوفاق، والوفاق ربما بعد الربع ساعه الاول تفطن جيدا ورجع يلعب اللعب والكرات البينيه بين اللاعبين مثل هذه وقبلها، لكن الدفاع المولودية ناحية المتألق درارجة من الجهة اليسرى لهجوم المولودية، درارجة أمام عبود، يفتح درارجة لكن دفاع الوفاق حاضر، دفاع الوفاق حاضر يبعد الخطر ناحية الهجوم، تدخل مرة أخرى دفاع المولودية عن طريق ميباراكو إلى التماس، تماس لوفاق سطيف في هذه اللحظات بعد مرور 18 دقيقة. ديانك الأسمراني الإفريقي في تشكيلة مولودية الجزائر.
لاعب اللي عنده مستوى كبير لازم هذا هو يعني اللاعبين كيما هذو لما يجوا ينشطوا في بطولتنا لازم المولوديه تستفاد من القيمه هذا اللاعب يعني دائما لاعب في وسط ميدان عنده عمل كبير لاعب اللي يعرف يشوف اللاعب من ناحيه الدفاع من احسن اللاعبين في استرجاع الكره وهذا لازم المولوديه في هذا كيما لاعبين كيما هذو تستفاد منهم وتربح بهم اشياء كبيره. نعم قوه عزي امام دراوي قامه قصيره دراوي طبعا اليوم عوض مومو جابو دخل دفاع الوفاق وسط الميدان عبود ما توصلوش الكره لكن تبقى صطيفيه جعنيت قائد الفريق يرجع الكره الى الوراء يتواجد بدران بدران الى الجهه اليسرى للدفاع المسانده من عبيد لكن ما توصلوش الكره شريف الوزاني يقطعها يمرر توصل لشريف الوزاني مره اخرى تدخل الدفاع مره اخرى عن طريق نمديل الى التماس شوف الشيء الايجابي سرعه لكن سرعه تنقل الكره بين الفريقين بين سواء المولوديه والوفاق فيه ريتم يعني من الفريقين والله الشيء اللي معجب به في الوفاق توفيق يعني حتى مدرب الطوسي يعني في مباراة الأولى في كأس إفريقيا شاهدنا شوط أول بسيستم في الشوط الثاني بسيستم واليوم بسيستم يعني المدربين كما هادو يعني صراحة أنا نتكلم واش راني نشوف يعني مدرب اللي ممكن الوفاق يمشي ويدير نتائج إيجابية ويكون عنده يعني نتائج إيجابية من لا لأن تشوف كلامك أنه وفاق صيف يعني ما فيش تشكيلة غنية يعني غنية. خاصة في المنافسة شوف تغيير تاع السيستم تغيير تاع التمركز تاع اللاعبين تشوف في اليوم الثلاثاء في الشوط الأول بدأ بأربعة اثنين ثلاثة واحد في الشوط الثاني لما كان فائز بدأ بأربعة أربعة اثنين واليوم موجود يعني يلعب بأربعة واحد أربعة واحد نعم هنا كانت لمسة يد لكن الحكم كان متسامح مع المدافع الصيفي لأنه استعمل يد نحن في كرة القدم وليس في كرة اليد كان بإمكانه أن يمنح له بطاقة صفراء عبد النور بورديم وكذلك درارجة أمام الكرة ربما لدرجة بيمناه لكن بورديم بيسرى لكن فيه تسلل في وضع التسلل يقول الحكم المساعد عن حشود مدافع الأيمن والظهير الأيمن لمولودية الجزائر المدافع المهاجم غالبا ما سجل أهداف بالفعل فيه تسلل فيه تقدم لحشود نعم شوف الصورة واضحة. الحكم وشوف أصابع. وحتى تشوف يعني التمركز تاع دفاع وفاق سطيف كان في المستوى شوف يعني على خط واحد خلاو حشود في التسلل هاي الكره سطيفيه لكن دم ويقطع الكره الى حارس شعال حذري من الاخطاء هنا في هذه المنطقه يا شعال حشود ترجع له الكره لا لبيانكا يغير مسار الكرة ناحية حدوش أو حدوش نعم وزيعة عدم استعمال هذه مثل هذه الكرات ربما الفريق المولودي يندم عليها فريق المولودي وظن الشيء الإيجابي في الفريق المولودية فيه ريتم وحتى استعمال عرض الملعب يعني شادو حشود راهو على الجهة اليمنى وحدوش على الجهة اليسرى اللاعبين اللي راهم يجيبوا في الناحية في النزعة الهجومية نعم والتنويع في التوزيعات وهذه الكرة الثابتة أخرى للمولودية رأسية لكن تدخل الدفاع ميباراكو كورتو تجد دفاع الوفاق سطيف الذي يخرج الكرة بكل قوة عن طريق بدران تماس طبعا لكن الحكم يقول لصالح وفاق سطيف بعد ما لبست احد اللاعبين دموا على الصوره شوف هاي الكره مره اخرى دوش لكن كانت نوعا ما غير لكن كانت مركزه لكن دائريه ما خرجتش كانت بامكان ان طوالت الدفاع يقول بانه خرجت لكن الكره كانت دائريه شوت ما وصلش الكره وما ضربش الكره بالكيفيه اللازمه وراح يقطع الكره لكن الكره كانت دائريه وخادعه الخير المساعد المحضر البدني حذاري من الكرات الثابته يعني تشوف يعني كثرت الكرات فريق وفاق سطيف يعني معروف بالكرات الثابته ركنيه للوفاق في هذه اللحظات عن هزيج الانصار المولوديه يطالبون اللاعبين بالمزيد من
مجهودات طبعا بعد المجهودات المبذوله لحد الان بعد مرور دخلنا الدقيقه 24 مجهودات كبيره بذلها اللاعبين وكانهم يريدون تكفير على الذنب ما فعلوا في رابط الابطال الافريقي. والتوفيق الشيء الايجابي انه المباراه جات بعد 3 أيام يعني ينجم يعني يعاود يرد فعل. جحنيط في تنفيذ هذه الركنية لصالح وفاق قسطيف، هل ستأتي بالجديد؟ فيه مراقبة لصيقة، لاعب أمام لاعب. جحنيط ناحية الرؤوس ولكن سهل لشعال. بسرعة شعال ناحية درارجع. يضيع الكرة درارجع. شوف الضغط على حامل الكرة. نعم، أصبح الوفاق هو الذي يضغط على حامل الكرة. رضوان يطرح له الكرة لكن ترجع. فرحاني إلى الهجوم، دمو إلى الجهة اليمنى، يتواجد رحو أمام مشرف لوزاني توصل الكرة، ثم ديانج ومن هذه الجهة ديانج ناحية بورديم يمرر إلى رحو من الجهة الأخرى أو حشود. حشود طبعا تحية إلى رحو سليمان مدافع أيمن. نعم هو متواجد طاقم في الطاقم لوفاق سطيف، ليس كذلك في الطاقم الفني لوفاق سطيف، الطاقم الفني لشبيبة القبائل. استغفر الله شبيبة القبائل. نعم موجود مع مراد كاروف والمدرب. نعم. الرئيسي دوما سليمان طبعا المتألق كظهير ايمن، معليش حطوا مستوى حشود الى مستوى رخ، اللاعب الدولي واللاعب الخلوق واللاعب الذي أدم عليه في كل الفرق التي لعب لها رحو سليمان. نعود إلى مباراة مولودية الجزائر وفاق سطيف، فرحاني يبعد الخطر ناحية الهجوم من يتواجد وصلوش الكرة. هاي كرة أخرى للمولودية، حدوش يفضل بورديم الرجوع إلى عزي. الى دراجة، دراجة يدور يحاول يسدد لكن الشوط رأسية صعبة كانت نوعا ما عالية على اللاعب نقاش والا لكانت خطيرة. حدوش في تنفيذ هذه التماس لصالح مولودية الجزائر. تنظيم جيد لدفاع وفاق سطيف طبعا. يعني تشوف من ناحية التكتيكية تنظيم جيد من طرف الوفاق، شوف يعني تشوف التمركز تاع اللاعبين. حدوش طويلة، دفاع سطيفي حاضر عن طريق فرحاني. حاضر وحتى التغطية تاع الظهيرين، شوف فرحاني وين كان موجود ولما يعني لعب الكرة برأسه. في حتى مساعدة لما فرحاني ما يكونش نمديل في التغطية أكيد. وهذا يعني وهذا شفته فيه تفاهم كبير. هذا شيء هذا يصرف تدريبات. نعم. نظن ممكن طوسي من المدربين اللي يعملوا من ناحية أكثر من ناحية تكتيكية. نعم. لما تشوف يعني 4-1 رانا نشوفه لما يكون لاعب فريق مولودية الجزائر يمشي في الكرة تشوف فريق الوفاق يعني الرسم التكتيكي واضح ومنظم. عبد النور وما احوجنا الى الرسومات التكتيكيه في بطوله يعني عده مدربين مع احتراماتنا اليوم انه يعني ما يعملوش كثير من ناحيه تكتيكيه الا من الممكن في الطابلو او لك، لكن على ارضيه ميدان كيفاش يكون الكوليسم يعني التزحلق تاع اللاعبين يعني شيء لازم يكون في التدريبات ويكون في المباراه. وهذا الشيء اللي رانا نشاهدوه ان الوفاق تغير كثير مع هذا المدرب. هذا المدرب الطوسي رشيد الطوسي المدرب المغربي المتواجد هذه السنه وهذا الموسم مع وفاق سطيف. طويله من زغبه ناحيه الهجوم. 28 دقيقه 0-0 بعد تضييع الدراجه لضربه الجزاء للمولوديه ديانك. وحتى زغبا ثأر الدراجة يعني بالمباراة الأخيرة سجل ضرب الجزاء ثأر اليوم زغبا وسد ضرب الجزاء وكأنه درس له كيف يعني رأي بين دراجة وزغبا يعني مباراة تعادل. نعم رضواني على الصورة في تنفيذ التماس لوفاق سطيف. الوفاق لحد الآن ما عاد تسديد تربيعي مش نشلوف يعني يشوف يسير يعني يلعب على حسب إمكانياته الفريق هذا يعني مو زيد
يعني صراحة غياب جابوا لممكن 60 أو 70% الفريق اللي في التنشيط الهجومي، وحتى قلب هجوم كما بالقولمونة اللي طاع يعني طاع اللعب اللي كان برج مراقبة، اللاعبين اللي كانوا يلعبوا يعني الكل عليه هو يكون يعني سند لدفاع المولودية الجزائر أو دفاع آخر. نظن تحس اليوم غياب اللمسة تاع جابوا والفينيش تاع بوغلمون. عزي ناحية الهجوم طويلة توصل إلى الدرار جواليد، يرجع الكرة إلى حدوش لكن بالخطأ إلى التماس. درجة وقف نوعا ما، حتى شوف التوفيق أرضية الميدان ماش تساعد اللاعبين، يعني عدة اللاعبين اللي رامي يعني كما نقولوا بالعامية ثلاث مباريات في أسبوع ورامي يعني تنجم تقول اللاعب أرضية الميدان راهي ثقيلة، ممكن رامي فيه لاعبين رامي يزلقوا كثير. مخالفة على دمو، خلف على الدم من بانوح تنفذ الى عزي. شوف هاي مره اخرى واضحه، عرقل الدم من قبل بانوح. عزي في وسط دفاع المولوديه من الجهه اليمنى، شريف الوزاني في التغطيه لانه حشود صعد. هاي كره للوفاق، حشود يعود ويخرج الكره الى التماس. تفاهم كذلك بين حشود وشريف الوزاني، لانه شريف الوزاني كذلك في التغطيه يغطي عده لاعبين يعني اداء رائع ومستوى لحد الان. لعاب اللي يعني يجري كثير فوق ارضيه الميدان، وذكرنا بعمه بالاب تاعو الاب 16 الوزاني اللي اليوم فاز ضد دفاع تجنات. شباب الوزداد فاز على دفاع تجنات بهدفين مقابل هدف. نعم شباب الوزداد اصبح بزائد نقطه. عزي طويلة بكل قوة، خاص طيفي حاضر، طريق بي دران توصل إلى جحنيت قائد فريق إلى الجهة اليمنى لتواجد فرحاني. فرحاني وصل الكرة والخطأ من عزي، الخطأ من عزي لصالح وفاق قسطيف. دراوي، دراوي كذلك ما شفناش كثير في هذا اللقاء، يعني حتى واللعاب يعني يلعب على الجهه اليسرى، كان لعب عده مرات كمدافع ايسر، لكن يعني نقص المنافسه ونقص الريت في مباراه كما هذه نظن مازال ما تاقلمش كثير. نعم هاي كره ثابته اخرى من جحنيت ناحيه الرؤوس وتدخل الدفاع تسديده، لكن الحكم يشير الى الركنيه بعد مطالبة لاعبي الوفاق ربما بضربة جزاء. نشوف اللقطة مرة أخرى، هاي مرة أخرى تنفيذة من جحنيت، الكرة طلبوا قبل التسديد. نعم ربما هنا المهم ركنية لصالح الوفاق قسطيف مرة أخرى. وجحنيت قائد فريق الوفاق دائما فيه ربما لمسة يد، لكن الحكم قرر ركنية مرة أخرى، وتدخل الدفاع عن طريق ميبارك ويبعد الخطر. فرحاني، عزي الدخل، ديانك، تبقى صطيفية، وعن طريق جحنيت، جحنيت توزيعة الرأسية والدفاع من عزي يبعد الخطر. تصل الى البوردين بوسط الميدان، يراوغ يتخلص من ثلث لاعبين لكن يضيع الكره. شوف ويسترجع جحنيت، يعني تشوف الوفاق اكثر تنظيم لما كان عنده الكره ثلث لاعبين على بوردين. نعم الكره تروح من درارجع ميباركو، حدوش الى الوراء تجد دمو، ترجع الكره الى بورديم. بورديم غير نوعا ما المنصب، مره نجد على الجهه اليسرى، مره بوسط الميدان، مره على الجهه اليمنى. شريف الوزاني، دمو
امام مبارك وتوصل الكره، يرجعها من جنبه الى شعال حارس مرمى المولوديه الذي تلقى بعض الصعوبات خاصه من التسديد من بعيد. فرحاني توصل الكره الى دمو ثم حشود ديانج. ديانج يتدخل والتماس يقول الحكم لدراوي. تحس ان الوفاق بدا يعني بمرور الوقت بدا يرفض يعني في الريتم ويروح في يعني بالهجمات المعاكسه. هاي كره اخرى للنقاش في العمق لكن زغبه في قطعها. تكلمت انه يعني الوفاق بدا يعني تدريجيا برفع الريتم والدخول في المباراه يعني بدا ياخذ في الثقه ويمشي يعني باكثر لاعبين في الهجوم يعني والشيء اللي تكلمنا انه يعني يعرف وين يهاجم يعرف وين لما يضيع الكره رجوعه بسرعه. شوف انا نعم هاي كره للوفاق سطايف مره اخرى حشود ناحيه دوش ثم عزي ارضيه لشريف الوزداني بوسط الميدان يراوغ مراوغه جميله الى نقاش او درارجع يضيع الكره ثم سطايفيه عن طريق عبود يتحصل على خطا بسرعه. دراوي قص الكرة شريف الوزاني إلى الوراء هنا يتواجد عزي. عزي لديانك ديانك ثم مباركو مباركو إلى بورديم ترجعوا الكرة قل ولا شيء الحكم ترك مبدأ الأفضلية لكن تغطية بدران نعم أمام نقاش على الصورة. نقاش نفسه نوعا ما نقاش ما وصلتوش كرة كثيرة لعب اللي يعني يجري كثير في 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 هجوم الفريق الخصم لكن نوعا ما نقصه نوعا ما من الذكاء وين لازم يجري وين لازم يسدد وين لازم وهذا الشيء ممكن بالعمل مع المدرب ولعب كما نقاش اللي عنده كإمكانيات ولعب اللي يعني 90 دقيقة وتسيبه يعني بدون ما يتعب. نعم وفي مثل هذه يجري كثير من اجل زعزعه ربما وفتح اروقه للزملاء لكن دفاع الوفاق لحد الان متفضل ما عدا بعض اللقطات في بدايه اللقاء عن طريق الكرات في العمق وهذه مخالفه يرتكبها مباركو امام لاعب بنوح. بنوح اللي يعني عوض في الشوط الثاني المقابله الاخيره بوكلمونه وكان يعني ادى مستوى لاباس به بعد دخوله وكان يعني سم قاتل لدفاع المولوديه. وهل سيكون اليوم احسن تعويض بعد غياب بوكلمونه؟ بنوح هل سيوفق في تسجيل الاهداف لوفاق قسطيف؟ هاي كره ثابته اخرى من تحديد ناحيه الرجل دخل الدفاع. شريف الوزاني ثم بورديم الى ديانج ترجع الكره الى شريف الوز الى بورديم ديانج ناحيه حدوش من الجهه الاخرى تدخل اصابه على مستوى الوجه للاعب من لاعبي الوفاق الصطيفي. ان شاء الله سلامات لعبود ان شاء الله سلامات. شوف اللقطه غير متعمده طبعا انه سقوطه غير متعمد غير متعمد لكن كانت مخالفه على اللاعب حدوش. نعم المخالفه عبود هو الذي ارتكب المخالفه. نعم سقوط حدوش يعني حتى الاثنين ممكن حدوش كان قادر كان يعني حب يتفادى يعني. يتفادى حدوش اللاعب رجله سقطت لاعب عبود. نعم شوف هنا مره اخرى كان صعد حدوش لكن لمسه في اخر المطاف. نعم 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 كان بإمكانه فتح الرجلين من أجل تفادي عبود ولكن هذه هي الاحتكاكات هذه هي كرة القدم. هذه كرة القدم كرة القدم فيها يعني احتكاك فيها أخطاء احتكاك إن شاء الله سلامات فقط إن شاء الله خفيفة على مستوى وجه اللاعب عبود الحمد لله. وتتواصل المباراة قبل نهاية الشوط الأول بسبع دقائق ومخالفة لحدوش في تنفيذها مباركو على الصورة
يرجع الى دمو قلب دفاع المولودية امام معزي من الجهة اليمنى، وديانج بوسط الميدان يفضل عودة الكرة الى ميباراكو من الجهة اليسرى. ميباراكو من جهته طويلة ناحية نقاش، شوف حتى الحكم التماس يعني تعطل نوعا ما في رفع الراية، لكن شوف المولودية بدات يعني شوف هنا الحكم يعني تسلل واضح. نعم تسلل واضح، لكن حكم التماس، شوف حكم التماس يعني لا ممكن توفيق مرفع. كان هو تسلل واضح، ممكن كان الكرة مشات يقول يخلي مبدأ الأفضلية أنه الكرة يرفدها زغبة ويمشي، هذه ممكن أنه خلى مرفتش الراية في البداية في الوقت المناسب. نعم تحنيط ديل، لكن ولا ناحية الهجوم دمو في التغطية، مشرف الوزاني ثقات الكرة، أما بورديم رجع الكرة إلى شريف الوزاني لكن ضيعها أمام لاعبي الوفاق دراوي مباشرة للحارس الشعال. سهلة تخطر ربما بتاع على لاعبي المولودية عبد النور، أكيد خاصة بعد تضيع ضربة الجزاء في اللحظات الأولى. عودة الوفاق، الضغط، الجمهور يطالب بالمزيد. رفقاء ديانج هل سيفون أما وكذلك حدوش محاصر العيبوت، وهذا كل شيء في صالح بطاقة العيبوت الصفراء. أول بطاقة صفراء العيبوت أو الثانية بعد بدران. نعم يعني حتى التوفيق صراحة حتى الحكم راهو يعني قائم بدوره، راهو نعم يعني كل حتى من الناحية نعم البدنية راهو قريب كل المحاولات، وطبق المادة الرابعة بحذافيرها لأنه كنا حاضرين في غرف تغيير الملابس وقال بأن ألوان الملابس لابد أن تكون مغايرة تماما، ولاعب وفرق الفريقين كان في يعني إشكال، كان في إشكال كان بالنسبة في البداية من ناحية اللباس، لكن الحمد لله تفهموا الفريقين ويعني كل واحد يعني خرج بنتيجه. بنوح يحافظ على الكره يروى لكن تخرج الكره تماس امام شريف الوزاني. هنا نؤكد انه بصيري كان طبق القانون بحذافيره طبعا، ورؤساء او اداري الفريقين تفهم لو شيء هذا ممكن يسرى توفيق. نعم ممكن يسرى لانه حتى تدخل يعني ممكن سوبرستيسيون بالنسبه للفريق، يعني الفريق اللي مطار يلعب بلبسه ما يحبش ينزعها، وهذا الشيء تدخل هذه دائما تدخل لا الشك. هو الفريق الزائر هو الذي يغير، هو اللي يغير هذا الشيء هكذا، ولكن حتى اداره الوفاق ستيف كان متفهمه وغيرت الملابس حتى في المولوديه كان لا رانا في رانا في فرق محترفه يعني. نعم لما تتنقل فريق يتنقل باربعه او خمسه يعني بدلات هذا نعم شيء حتى يعني عبد النور ربما لانه دخلوا نوعا ما بشورت ابيض يعني وقميص ابيض وهو ما يصعب المهمه خاصه امام حكم التماس. هاي كره للمولوديه لكن تقص مباشره المستوى ربما انخفض نوعا ما في هذه اللحظات عبد النور، يعني بدا ينخفض. احنا نقولوا دائما على الريتم وعلى تسيير المباراه الاوقات يعني اوقات القوه تاع الفريق نعم لترفع يعني تشوف احنا يعني على سبيل المثال نشاهدوا دائما مع نهايه الاشواط الاولى او مع نهايه المباراه، ودك يعني رانا نشاهدوا انه انخفض بعد 10 دقائق كثرة المخالفات كثرة التدخلات، وهذا اللي شيء غير مفهوم بالنسبة لل وتلقي هدف في هذه اللحظات صعب جدا بالنسبة لأي فريق يتلقى أهداف. وضع التسلل فرحاني شعال في إخراج هذه الكرة قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول. مباشرة إلى التماس. ضغط كبير يعيشه لاعبي المولودية طبعاً أمام هذا الجمهور. لا وحتى حتى رانا نشاهدوا ورانا نسمعوا توفيق أنه منذ بداية المباراة أنه الحارس شعال راه يتلقى من الشتائم، وهذا راح تأثر عليه من ناحية، ولا الحارس اللي هذا شاب ممكن
نظن شعال على الحارس شاب وعنده امكانيات لازم نساعدوه من يعني من اي كره في العمق مرات الاخرى من بورديم مراوغه لكن 5 متر 50 سم. يعني الجمهور مطالب انه يساند في هذه الاوقات لانه لما تفوز وتتاهل يعني كل شوف الكره شوف الكره في العمق من درارجة بورديم حاول يراوغ ويسجل لكن كورتو كانت كرة صعبة كرة صعبة. شوف شوف تمريره رائعه تكلمنا على دراجة لاعب اللي عندي يعني لاعب ممتاز شو حتى في التمريره هناك كان بورديم كان بامكانه يضرب الكره مباشره من غير يعني مراوغة لكن كان حيلة زغبة انه عرف يغلق وما حبش يلبسه. ديانك تقص عن طريق فرحاني الانطلاق في الهجوم فرحاني امام دراوي توصل الى الربيعي يرجع الى الوراء ثم توصل الى بدران مرة اخرى جحنيت بسرعة الى عيبود يتوغل لكن تكتل دفاع المولودية شوف ماسمحلوش بالمرور رفيق هذه اللقطة هذه يعني هذه من عبود لو مرر الكرة نعم. للبانوع في العمق كان ممكن بانوع يخرج جوجة لوجه كانت زيادة هذا زيادة يعني الكرة الثانية والثالثة كان حتى رجعوا دفاع مولودية الجزاء تمس عبود سال عبود حافظ على الكرة ثم بدران محاصر بلاعبين يرجع الى الوراء ويخرج الكره بكل ناحيه جحني لو مشات الكره الرضواني كان ماهوش متسلل نعم لمست الكره شريف الوزاني الى ديانك نعم دقيقه وقت بدل ضائع هذا اللقاء المرتقب ان يكون قوي كرة تسبق نوعا ما الشوت من الجهة اليمنى صفة عامة عبد النور هذا الشوط الأول بعد تضيع ضربة جزاء من اللاعب دراجة نظن الشوط أول لاباس به يعني خاصة من طرف المولودية اللي بادرت في منذ البداية وين يعني خلقت عدة فرص لكن ضيعوا ضربة جزاء لكن وفاق ستيف كان أكثر تركيز من الناحية الدفاعية اللاعب حسم إمكانياته راح بالهجمات المعاكسة نظن الشوط مقبول على العموم لكن ممكن الشوط الثاني يكون احسن نتمنى يكون فيه احسن يكون اهداف ان شاء الله ان شاء الله تكون اهداف وفرحاني من وراك اخر ملمس الكره ونهايه الشوط الاول صفر مقابل صفر بين مولوديه الجزائر ووفاق سطيف تضيع درجه لضربه جزاء في الدقيقه العاشره نتمنى اهداف في الشوط الثاني باذن الله اين نلتقي ونواصل التعليق على هذا اللقاء شكرا توفيق دربال وعبد النور كريبازا شوط اول اذا انتهى كما بدا بتعادل الفريقين صفر مقابل صفر مصطفى مازا بشكل عام ما هو تقييمك باختصار يعني ككلمه عامه على المرحله الاولى نتكلم على الخطه يعني المروديه دخلت المباراه يعني ومرونه تكتيكيه 4-4-3-2-1 والوفاق سطيفي لعب ب 4-1-4-1 وكيفيه مرونه تكتيكيه نظن انه كان فيه فترات المروديه وفترات اخرى للوفاق. مزيان بماذا تفسر بدايه نقدر نقول مقبوله او قويه من جانب فريق مروديه الجزائر تقريبا حتى ربع ساعه 20 دقيقه ثم العوده افضل من جانب وفاق سطيف؟ البدايه نظن ان الفريق كان يعني عازم انه يدي مقابلة وظهر طموح تاعو من البداية أنه عازم على الفوز في هذه المقابلة إذن البداية سريعة جدا وشفنا فيه تغيير نوعا ما مقارنة للمقابلات الماضية في النظام العام للفريق أصبح الفريق يلعب بثلاث مدافعين في المحور اثنين على الأروقة وديانغ وشريف الوزاني في استرجاع في وسط الميدان بورديم وديرارجا لتنشيط اللعب ونقاش راس حربة ولكن المشكل دائما وهو في تنشيط اللعب وفي تنظيم اللعب مقبول جدا يعني نشوفوا بلي الكرة تمشي ويصنع اللعب ولكن كل ما يعني الكرة
قريب ما تصل إلى مرمى الخصم، وينقص عدد من ناحية العدد اللاعبين بيكونوش بعدد لازم أمام المرمى الخصم. إذا النقاش دائما وحده، وهذا يعني يصنع نوع من نقص، نحسه كنقص في فعالية والكرات الأخيرة بالنسبة للمولودية. بالنسبة لوفاق الصيف الشوط أول أحمد، نظن على حسب رأيي الشوط أول يعني مقبول من طرف رشيد توسي. أيوة. نعطيك يعني معلومة على رشيد توسي، لما كان في شباب الوزداد هو يفضل يلعب أكثر وسط ميدان كمهاجم مهاجمين، لكن نشوفوا كاين عيبوت، كاين دراوي، كاين جحنيط، النمديل، سيدهم، هو يحب يلعب بالكتلة الدفاعية ويستغل المساحات اللي تكون في وسط الميدان. نشوف هنا بنوح هو اللي راه وحده في راس حربة وداير ربع مدافعين، عنده خمس يعني وسط ميدان اللي هما يشاركوا في الهجوم، يشاركوا في استرجاع الكره، والخطه تاع توسي هو وين يروح يستعمل 4-5-1. نظن حابين نتكلم بك على اللاعب تاع مولوديه حدوش اللي على صبري ثاني مد الاضافه الفنيه من ناحيه الهجوم، يعني في العمق في العرض، نظن يقدر مع مرور الوقت يكون احسن ان شاء الله. عبد الرزاق، عموما التحكيم كيفاش ظهر لك في المرحله الاولى؟ التحكيم كان عنده ضغط 19 تدخل في هذا الشوط الاول. ايوا. 8 مخالفات لصالح الوفاق، ضد 11 مخالفه لصالح المولوديه، منها ضرب الجزاء. كان تسللين في الشوط الاول، تسلل اللي فوق الاثنين لوفاق سطيف وواحد للمولوديه. عموما المقابله جازت لاباس، وفق نقدروا نقولوا في حوالي واحد 95% في تدخلاته. طيب نشوفوا ضربة الجزاء اللي هي ربما أبرز ما ميز هذه المرحلة الأولى. شوف عبد الرزاق، ضربة الجزاء كيفاه جات واش تعلقنا عليها من الناحية التحكيمية؟ هاي عندك ضربة الجزاء اللي تحصل عليها فريق المولودية تقريبا بعد مرور 11 دقيقة. احتجاجات دائما كالعادة. هنا نقول شوف، هنا كان اللاعب مدير الايدي تاعو للوراء، دونك حنا كنعاودو نشوفو وضع الايدي للوراء ما يعنيش شوف اللقطه. نعم، خاطر الشيء يقدر يكون امتداد للجسم، دونك هنا كنشوفو من هذه الزاويه، الزاويه تقعد تشوف ما تبانلناش مليح، هي ضربت في يدو ماناش عارفين هل اللاعب دار امتداد ولو خفيف حتى تحايل على الحاكم وتضرب في يده يقول لك انا جات لي الكره ما لمستهاش، ولا في هذه الزاويه راك تشوف انا نشوفهم ما بانتش كيما يلزم الحال. طيب نروحوا ربما لطريقه تنفيذ ضربه الجزاء من الناحيه الفنيه. مصطفى مازا، هاي اللقطه عندك، هاي عندك اللقطه عبد الرزاق، عاود نشوف اللقطه هنا. هنا نشوفوا باللي كانت لا 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 نعم، هنا لو كان كيشوفوا من هذه الزاويه. أيوة. الظهر باللي الكره راحت لليد اللاعب، ويد اللاعب كانت هاي عندك ملتصقه في الجسم، وكي تكون الايدي يكون ملتصقين في الجسم المفروض ما فيش ضربه جزاء، المفروض ما فيش ضربه جزاء. اذا بالنسبه لك القرار خاطئ بالنسبه لحكم المباراه. نقدروا نقولوا باللي كان سوء تقدير من الحكم على ضربه الجزاء من عدمها. طريقة تنفيذ ضربة الجزاء مصطفى مازان، شوفوا اللقطة. كاين اختصاصيين، المسدد حتى الحارس المرمى. ها عندك. باش بالنسبة لك الحارس هو اللي صدم اللاعب كما يقال. هو اللي كان في مسار الكرة ومشى يعني قبل ما يسدد ولدرجة ضربة الجزاء، لأنه كان سدد ونجح في تسديده لما لعبوا كأس رابطة أبطال إفريقيا. لكن في هذه المرة هذه زغبة والاختصاصي نعرفه احنا مصطفى زغبة اختصاصي في ضربات الجزاء مشى زغبة مشى للكرة الاتجاه صحيح، مشى في اتجاه الكرة بالرغم من أنه تسديد الدراجة كانت فيها القوة حتى الدقة، لكن زغبة متخصص يعني. لا التخصص واختصاصي مصطفى زغبة في ضربات الترجيح يخليه أنه يكون الحارس رقم واحد في ضربة الترجيح في ضربة الجزاء. بالنسبة للبطولة الوطنية نشوف بعض اللقطات، رشيد ميكيداش وهيكل قاسمي. مزيان تقريبا 20 دقيقة الأولى المولودية مجموعة من الفرص، واش نقص لاعبي المولوديه لتجسيد هذه الفرص في هذه المرحله الاولى؟ الفعاليه، لان الفعاليه والوجود ب
ربما بعدد غير كافي للمهاجمين لان تكلمنا حتى الاسبوع الماضي لما شفنا مقابله البدايه من جانب الوفاق السابق حتى الوفاق كان عندهم بعض المحاولات. دائما النقاش يعمل كل شيء في المقابله يعني إلي تري جينيرو لما تشوفه يلعب يعني ناشط جدا لاعب يجري يطلب الكرة ولكن بذل المجهود الكبير يجعل أن فعاليته أمام المرمى ناقصة. ولما نلعب بهذه الخطة لما نلعب بثلاثة في المحور وخمسة ثلاثة خمسة اثنين يعني عادة نلعبوا بمهاجمين اللي عندهم يطلبوا الكرة يعني واحد يكون خفيف يعني مثل النقاش والآخر يتمتع بالحضور البدني وحسن اللعب بالرأس لأن عادة ما نلعبوا في وسط الميدان ونمدوا الكرة على الأطراف والأطراف يفتحوا الكرات للمرمى لازم على الأقل يكونوا لاعبين أو ثلاثة لاستقبال الكرة وهذا المولوديان ظن الكرة تجري بسرعة أكثر من اللاعبين اللاعبين ما عندهمش الوقت باش يوصلوا لداخل 18 متر للخصم ولهذا الفرص اللي تتيح إلى مولودية العاصمة ينقصها العدد اللازم وتنقصها الفعالية وتسديد الفعال للمرمى. في المقابل دفاع خط دفاع منظم جيدا من جانب فريق وفاق سطيف اللي نقدر نبين نقاط قوته هو التنظيم الدفاعي لهذا الفريق تشوف أنه الخبرة والهدوء تاع لاعبي وفاق سطيف هو اللي خلاهم يمتصوا حرارة المولودية في 20 دقيقة ويعاودوا يولوا في المرحلة الأولى. أكيد تكلمت أنا بعض اللحظات على يعني تاريخ اللعب تاع رشيد توسي هو يلعب كتلة والمشكل دوكا ماهوش في الكتلة تاع وفاق سطيف مسعود المشكل في النشاط الهجومي تاع الجزائر. احنا شفنا يعني ملي جا هذا كازوني شفنا المولودية عندها استحواذ على الكرة في وسط الميدان ولكن هجوميا نقص الفعالية. اخ مزيان تكلم على نقاش شوفوه كما قال إلي جينيرو مسعود ولكن في الوقت المناسب ما نلقاوهش انه يضيع بزاف يعني الطاقة وفي وين كاين الفعالية ما يكونش. شفنا ضربة الجزاء ما سجلهاش دراجة في كرة القدم يقول لك كل شيء ممكن ولكن حاجة ما مضمونة. نظن يعني لو كان المولودية سجلت ضربة الجزاء ممكن المعطيات كانت تتغير للشوط الثاني. ممكن كانت تتغير لصالح المولودية لكن الأمور لم تتغير. الوفاق الصيفي نقدر نقول بعموم وفي عموم المرحلة الأولى أنه سير المرحلة الأولى بذكاء. يعني ما استسلمش في البداية في الدقائق الأولى للمباراة. كان ذكاء حتى في التنظيم الخطة المطبقة من طرف المدرب حتى الطاقم الفني كانت محكمة. في غياب صانع لعب حقيقي ولا منشط اللعب حقيقي اللي يمد الكرة خاصة الكرة الأخيرة وكذلك عنده السرعة في التنفيذ كاين لاعبين ما همش في نفس المستوى لكن يخرجوا بسرعة. شفنا أنه التحول عملية التحول للوفاق كانت كذلك بسرعة سواء دفاعيا حتى هجوميا. شفنا في لقطة تسديد ربيعي في الدقيقة 17 شفنا 6 لاعبين تاع الوفاق داخل منطقة الجزاء عكس المولودية اللي تلعب على أرض ميدانها. لأن نشاط الشيخ لما كان يقول النقص العددي داخل منطقة الجزاء للمولودية هكذا باش توصل للمرمى. شفنا إلا لاعب واحد لاعب نقاش اللي كان معزول. لكن لما نتكلم على الوفاق نقول أنه تنظيم الدفاعي المنظومة الدفاعية حضور تكتيكي إرادة تحول بسرعة الخروج من المنطقة بسرعة هذا يخلي أن الوفاق في بعض فترات المباراة يقدر أنه يدير مشاكل للمدير. تضامن كبير ما بين لاعبي الوفاق يعني قرب بعضهم يتضامنوا بعضهم ويتساعدوا بعضهم يعني ما كانش واحد اللي يتفرج أو ينتظر أو لا كل شيء يشارك في ولو في الرجوع استرجاع الكرة يعني كل لاعبين مهتمين بالأمر. هذا هو المصطلح تضامن بين لاعبي فريق وفاق سطيف اللي نقدر نقول هو يلعب أكثر أريحية بالنظر ربما لنتيجة المباراة السابقة وأيضا للظروف والحالة المعنوية. من بين اللقطات التحكيمية في المرحلة الأولى نشوف هذه اللقطة وتعلق عليها عبد الرزاق. هنا كانت مخالفة أعلن عليها السيد بيسيري أيوة. صائب في قراره مخالفة. نشوف الإعادة شفنا واحد الحركة من طرف لاعب المولودية حدوش هاي عندك اللقطة
نعم. هنا كان هنا الحركه نقولوا بلي حركه راهي غير مقبوله، غير مقبوله تماما، غير مقبوله من لاعب المولوديه على ممكن نروح على اللاعب كان يقدر يتفاداها اللاعب فعلا. ربما نشوف اللقطه اللقطه الاعاده المواليه نشوف اكثر اللقطه مليح مليح. احنا منا نشوفوها ونقولوا بلي هذه لقطه اللاعب خاشن قوه مفرطه لتطلب بطاقه حمراء او لكن يعني من زاويه من زاويه الحاكم شيء واحد شيء اخر. نعم هنا اللقطه مقصوده ها هو الاشكال قادر يتفادى اللاعب. احنا شوف هنا الحاكم ماهوش يبين وراه ماناش عارفين الزاويه اللي راهو منها الحاكم، ولكن بالنسبه لنا هنا اللقطه والحركه غير مقبوله من طرف اللاعب واللاعب المولوديه وتقتني بطاقه حمراء. لكن احنا لا ما نقدروش دو احنا نقولوا على الحاكم على حساب الزاويه اللي كان فيها وكيفاش شاف اللقطه، خاصه انه بالنسبه لنا لقطه الاعاده الرابعه اللي كانت اوضح اللي كانت اوضح. نعم ولكن هذا ما يمنعش حقيقه الصوره. باش احنا نقولوا باللي اللاعبين لازم يتفادوا هذه الامور. اللي كان عنده من المفروض ان تكون عنده زاويه حكم مساعد يحكم حكم مساعد فعلا، هو يعني اقرب من الحكم المركزي. فعلا اللقطه تستحق البطاقه الحمراء من الزاويه اللي عندنا زاويه الرؤيه زاويتها. ولكن هذا هو لكن في الملعب امور يتبدلوا على كل الامور تبدل كما يتبدلوا على اللاعبين في اخر لحظه اللاعب مش الكره ولا الحارس دوز الكره حتى الحاكم في امور كذا كاين زوايا الرؤيه اللي فوا يكون حجب على الزاوية لهذا الشيء يكونوا اخطاء من حكام او سوء تقدير. على كل احنا الزاويه اللي عندنا هي زاويه حقيقيه واضحه تقتضي بطاقه حمراء. اللاعب كان في امكانه ان يتفادى هذا التدخل. نمشي للمرحله الثانيه، ما هو المطلوب من فريق نقدر نقول بين قوسين جريح بالنظر لهزيمته في المباراة في كأس رابطة أبطال إفريقيا؟ مطلوب منه بناء اللعب، مطلوب منه تسجيل. مولودية الجزائر ما هو المطلوب منها في المرحلة الثانية أو على الأقل في بداية المرحلة الثانية؟ ندور أن الخروج لمولودية الجزائر بعدما يأخذ الكرة يخرج ببطء، ما عندوش هذيك السرعة. باش تلعب بالسرعة لازم لك لاعبين عندهم السرعة خاصة في الأرويقة. نظن أنه كذلك اللاعب مثل النقاش انا نشوفه كذلك يطلب كرات في العمق، يطلب لكن دائما ومنرفز وقلق. نعم هو تنرفز نوعا بعض من الشيء، لكن نقول انه معزول ما فيش مسانده في الكرات الثانيه من لاعبين تاع وسط الميدان. انا شفنا كذلك لاعبين تاع وسط الميدان دائما متمركز زين في مع المدافعين، هذا يخلي انه يبقى مساحات ودائما يستغلوها لاعبين تاع الوفاق الصيفي اللي راهم كثره رغم خمسه لاعبين تاع الوفاق في وسط الميدان. هذا ما يخلينا ان نقولوا المولوديه باش توصل الى مرمى تاع الوفاق الصيفي لازم تستعمل الاطراف ولازم تكون بكثافه عدديه داخل منطقه الجزاء. احمد الجي الطرف الثاني وفريق وفاق الصيف، ما هو المطلوب منه للحفاظ على النتيجه المسجله اللي ربما تخدم الوفاق اكثر من المولوديه او تسجيل الفوز او تسجيل الاهداف؟ وهذا امر ممكن وطبيعي ومشروع بالنسبه لوفاق الصيف. هي بطبيعة الحال قضية المدرب هو طوسي اللي يعرف واش كاين. انا حبيت نضيف لك حاجة باللي في البنك الاحتياط كاين لاكروم اللي يحب المساحات ممكن جدا يعوض بنوح بالك بعد 14 دقيقة في الشوط الثاني. ولكن مادام الكتلة الدفاعية يعني البلوك ايكيب تاع وفاق ستيف راه متمركز وخلق صعوبة كبيرة مركز بطريقة جيدة لانه ما كاش فيه مساحات، وكما كاش في مساحات لازم لك لاعبين فنيين. نظن المولوديه الى قعد المنظومه يعني تاع اللعب تاعهم والنشاط الهجومي مش راح يسجلوا اذا مع كانت غلطه ما كانش المدافع تاع، ولكن ما دام الكتله الدفاعيه تاع سطيف راهي بلوك ايكيب تريبا راح تخلق صعوبات المولوديه. سي مزيان نفس السؤال لكن انت بالنسبه للفريقين ما هو المطلوب من الفريقين لتحقيق المبتغى؟ المولودية للتسجيل، الوفاق للحفاظ على النتيجة أو التسجيل؟ بالنسبة لمولودية الجزائر نسينا ما قلناش كذلك يعني الدور تاع بورديم وديرارجا. أيوة عندنا لاعبان يمتازن في تنشيط اللعب ونشوفوا بورديم يلعب متأخر نوعا ما بعيد عن الهجوم وهو متعود أنه يلعب وراء رأس حربة. الآن أنا نشوفه راهو يلعب أمام الدفاع يعني ينظم اللعب
ولكن بعيد في الـ على المرمى الخصم. ونعرفوا ان بورديم من اللاعبين اللي عنده تصويبات وتسديدات يعني مقبوله وجيده، من المفروض ان ينتقل يعني يقرب نوعا ما لمرمى الخصم. وانظن ان المولوديه اذا كانت تكمل في نفس الوتيره ما تنقصش في الريتم تاعها، يعني من الناحيه البدنيه تكون عندهم الطاقه اللازمه ويكملوا في ضغط على الدفاع، ممكن ان تتيح لهم فرصه او فرصتين للتسجيل. بالنسبه لوفاق ستيف يعني الدور واضح، هو الانتظار، راح ينتظر لان ويستغل المساحات في لان يحسن في اللعب السريع في المرتدات السريعه وفي الهجومات السريعه. اذا هذا هو لو بلون جو تاع المدرب، وهو يطلب من اللاعبين يلعبوها بكام بلوك با يعني يتاخر نوعا ما، ولكي يخلي المساحات وراء الدفاع المولوديه كبيره لاستغلالها بسرعه. مصطفى تتوقع يكون شوط ثاني افضل من الشوط الاول؟ اتوقع انه يكون هدف سواء من هنا ومن هناك، لكن نظن انه بنفس المنظومه للمولوديه ما نظنش انه راح يقدر يوصل الى مرمى الوفاق الصيفي. تحكيميا الامور راح تزيد شويه صعوبه. صعوبة ان شاء الله يكون في المستوى. ان شاء الله نتمنى ان يكون في المستوى، نتمنى ان يكون شوط ثاني افضل من المرحله الاولى. نعود مجددا الى ملعب خمسه جويليه ووقع الشوط الثاني مع توفيق دربال عبد النور كريبازا وفي الاخراج يزيد بالكوت. فإلى هناك. شكرا لك مسعود، شكرا للمحللين الفنيين والتحكيمين بالبلاطو المركزي. نتمنى توقعات محلليك مسعود أن تكون في محلها، نتمنى أن تكون أهداف، نتمنى أن يكون الشوط الثاني شيء مغاير للشوط الأول خاصة من ناحية الأهداف. عبد النور شوف لاعبي المولودية دخلوا إلى أرضية الميدان وكذلك لاعبي وفاق سطيف، طبعا بعد النتيجة السلبية 0-0 كيف سيكون رد فعل اللاعبين سواء من المولودية أو الوفاق في الشوط الثاني؟ عبد النور راح يزداد الضغط على فريق المولودية، يعني راح يزيد الضغط على فريق المولودية، لكن المولودية مطالبة انه تسير الشوط الثاني. وحتى يعني شوف هنا حتى تشوف الزغبة تكلم مع الحكم قال له دوك يعني نحكمها شاهدنا هنا تشوف باللي فريق المولودية لازم يعني تكون اكثر تركيز وما تدخلوش في التسارع لان الضغط بعد مرور الوقت راح يزيد. لكن الوفاق يعني دائما عنده تركيز كبير ويلعب الهجمات المعاكسة، ممكن ذكاء تاع لاعبي تاع الوفاق راح يكون يعني يصنع الفارق في الشوط الثاني. نعم في الشوط الثاني فرحاني الى دروي يرجع الكرة الى الوسط توصل الى عبود ثم حشود يبعد الخطر ترجع الى قلب دفاع الوفاق وضران الى الزغبه الذي تالق في الشوط الاول امام الدرارجه. الكره ترجع بسرعه الى مبارك والزملاء وشريف الوزاني اللاعب النشط في تشكيله بالخير في غياب المقال كازوني. مبارك الى ديانج في وسط الميدان. يعني شوف حتى بدايه الشوط الثاني حب فريق المولوديه يبدا بقوه، لكن بعض اللاعبين يعني تمركزهم خاطئ وهذا الشيء يعني ياثر كثير على يعني على التشيط الهجومي وحتى الحلول في الهجوم. مازال بورديم يرجع للوراء، تكلمنا لانه في بدايه المباراه كان يلعب وراء النقاش. على الصوره بالخير المحضر البدني والمدرب الرئيسي اليوم مع طارق النوي والمدرب الحراس. نعم تكلمنا انه التمركز يعني تاع بعض اللاعبين ممكن ماهوش منضبطين يعني في التحركات، هذا ياثر على على الفريق المولوديه من الناحيه الهجوميه. نعم ديانك ترجع الى عزي من الجهه اليمنى في الانطلاقه ثم التوزيع ناحيه رؤوس، لكن دفاع الصيفي وسيدهم يبعد الخطر ناحيه جعنيت ثم عبود في استرجاع الكره بوسط الميدان يمر ناحيه جحنيت امام بنوح من الجهه الاخرى
يتعطل نوع ما بنوح، العودة إلى الوراء ثم التمرير على الجناحين، هل في فتحة تدخل الدفاع؟ شوف الكثافة العددية تاع الوفاق، يعني لما تحولهم من الدفاع لهجوم دائما يمشيوا بسرعة ويساندوا اللاعبين وسط الميدان، يساندوا الهجوم. نعم يعني هذا شيء نقطة إيجابية بالنسبة للوفاق. ويتحصل على ركنية، رضواني على ركنية، الركنية الأولى في الشوط الثاني هذا من تنفيذ اللاعب شعنيط ناحية الرؤوس، دائرية وجانبية، دائرية وجانبية برأسية ربيعي مرة أخرى. شوف الخطر من ربيعي دائما بعد التسديد في الشوط الأول، الرأسية هنا نتمنى فقط أن يسهل الأمور. محافظ اللقاء بالسكران، بالسكران نعم، ماذا بينا تسهيل المهمة لفرقة التلفزيون لأن الحقوق لصالح التلفزيون الجزائري. بالعقب حشود، توزيع والدفاع، الحكم يقول ولا شيء، دفاع الوفاق يطالب بالخطأ، شحنيط يبعد الخطر، توصل إلى من؟ إلى ميباراكو، ثم من الجهة الأخرى بورتيم، رأسية نقاش جانبية، سوء تفاهم بين نقاش وكذلك درارجة. شو تحس باللي اللاعب تحت ضغط وتسرع كبير في هذه الظن؟ شوف اعتقد انه شوف هنا كانت يعني كره على طبق، كان بامكانه يعني ترويض الكره بالصدر وحتى يعمل لاعبين عندهم حلول، كان وحده يعني كان حشود من الجهه الاخرى، كان بامكانه ترك الكره ضرب الكره، ما كانش شوف توفيق كان هو يدير كل شيء، يعني كان ينجم يدير ترويض ويسدد. نعم. تحس بلي هذا اللاعب راه تحت ضغط وعنده يعني كثير ما سجلش مع البدايه هذا الموسم، ضغط على ضغط والتسرع يعني كان واضح بالنسبه للاعب نقاش. نعم سيدهم إلى وسط الميدان، ترجع الكرة لصالح وفاق سطيف، يعود إلى الوراء، المحاصرة من نقاش ما يوصلش الكرة، توصل الكرة إلى نمديل ثم رضواني، تماس لصالح المولودية، حشود في التنفيذ، أربع دقائق دخلنا الدقيقة الخامسة، صفر مقابل صفر دائما، النتيجة بيضاء بين الفريقين. نذكر أن درارجة ضيع ضربة جزاء في الدقيقة الحاشرة لصالح المولودية، ترجع الكرة إلى عزي ثم إلى حرس شعال، تنظيم جيد ومحكم من لاعبي الوفاق، أكثر تنظيم بكتلة دفاعية والهجومات السريعة، لكن بورديم كيف سيكون رد؟ وما توصلش الكرة إلى نقاش. شوف تنظيم تاع الفريق الوفاق، ربيعي طويلة ناحية، تصل الكرة إلى جحنيط، يدخل منطقة 18 متر من جحنيط، أول هدف، أول هدف لصالح الوفاق عن طريق القائد جحنيط بعد كرة رائعة طويلة في العمق، وأول هدف في الدقيقة السادسة. دخلنا الدقيقة السادسة، فرحة كبيرة لجحنيط والجمهور. يعني تشوف تكلمنا قبل اللقطة أنه تنظيم تاع الوفاق لما الكرة يعني مشات الكرة على الجهة اليسرى، كانت كرة طويلة في عمق دفاع المولودية وراء الظهر تاع اللاعب، ويعني الترويض كان في المستوى، يعني ما خلاش حتى شوف الكرة ترويض يعني كان في المستوى، شوف مع اللاعب مباركو كان ما كانش ما كانش محاصر، حتى شعال ما كانش يظن انه جحنيط راح يسدد، كان لمست الكرة نوع الماء مباركو، شوف كان يشوف باللي انه يزيد يحتفظ بالكره جحنيط. نعم. لكن شوف هنا الخبره والذكاء تاع اللاعب جحنيط، وكان سدد يعني في وكاني بوفاق سطيف حارب المولوديه بسلاحها في الشوط الاول، كره في العمق، جحنيط بسرعته يسجل في اول اهداف في بدايه الشوط الثاني. تكلمنا انه ذكاء الوفاق، حذاري من ذكاء الوفاق لينجم يصنع الفارق، وهذه يعني مثال في هذه اللقطه، يعني استلموا الكره من كانت كره ضايعه من بورديم، مشات على الجهه اليسرى، راحت يعني كره كبيره طويله. نعم. على الجهه اليمنى يعني جاء عليها الهدف. هاي الكره للمولوديه مره اخرى عن طريق درارجا بالتماس ناحيه شريف لوزاني بالوسط، توصل الى وسط الدفاع، دمه طويله ناحيه الهجوم، حذاري من التسلل، لكن توصل الى دفاع وفاق سطيف، الكره يترك رضواني تخرج، لكن زغبة الذي تألق ومنع
دراجة من تسجيل الهدف تألقوا بذلك الفضل يعود إلى هذا الحارس نتيجة وفاق سطيف إذا حق نتيجة اليوم. طبعا فالفضل يعود إلى الحارس المتألق الزغبة. الكرة للمولودية وسط الميدان حشود في صراع بورديم توصل الكرة لكن حشود مرة أخرى يتوغل أمام لاعبين ثلاثة يأتي اللعب لكن توقسوا الحكم يقول مخالفة لحشود مخالفة بعيدة نوعا ما عن إطار الحارس الزغبة لكن حشود رايح بورديم دائم في التنفيذ أكيد. شوف هاي مرة أخرى الإعادة دخل بين لاعبين كفي الدفع محاصرة كفيدة. نعم محاصرة بين زوج لاعبين ما لازمش ثلاث لاعبين شوف نعم. فرحاني سيدوم وحتى اللاعب نمديل نعم. شوف حامل الكرة ما يخليوش يعني الحامل الكرة للمساحات وهي الطريقة الذكية التي يسلكها فريق وفاق سطيف بقيادة رشيد الطوسي بوردين في التنفيذ بيسرى ناحية الرؤوس وتدخل الدفاع سطيفي مرة أخرى تكتل دفاعي منظومة دفاعية قوية للوفاق تغيير تكتيكي وتنويع تكتيكي في اللعب أكثر تنظيم لحد الآن وبذلك النتيجة جاءت بهدف في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني عن طريق المتألق جحني تشوف الكرة كيفاش تضيع وبسرعة لكن شريف الوزاني ما تقدرش كيف يجيب الكرة وهنا تأكد الناحية المعنوية المحبطة للاعبي المولودية والضغط الكبير من الجمهور نتمنى من الجمهور أن يساعد لاعبي المولودية هاي كرة أخرى هاي كرة أخرى لصالح وفاق سطيف وشعال يتألق شعال يتألق أمام الدراوي دراوي تلقى كرة رائعة ولكن شعال كان بالمرصاد وإلا لكانت الكارثة في الشوط الثاني هذا لو تلقى فريق المولودية هذا الثاني لكانت ربما الأمور تروح إلى غير مجراها نقاش يسترجع الكرة يراوغ ويتحصل على مخالفة لا الحكم يقول أنهض ما فيش مخالفة تروح الكرة إلى من نمديل يوصل الكرة إلى فرحاني طويلة ناحية الهجوم لكن دمه يدخل ويتحصل على مخالفة يرتكبها دراوي على ما أظن أو بنوح طويلة يسترجعها بدران قلب دفاع توصل الكرة إلى جحنية مسجل الهدف ثم من الجهة الأخرى رضواني يتألق مراوغة مازال يحتفظ بالكرة يمرر لكن مباشرة إلى حشود في قطع الكرة بوسط الميدان شريف الوزاني ترجع إلى حشود طويلة ناحية الهجوم الهجوم أين يتواجد درجة من الجهة الأخرى ماذا يفعل درجة هل يمر هل يفتح لكن ما فيش إلا فرحاني والزملاء في إخراج الكرة إلى التماس عزي مباشرة بسرعة ينفذ هذه التماس لصالح المولودية المباراة مشتعلة في الشوط الثاني بعد تسجيل هدف الوفاق كيف سيكون رد فريق المولودية عزي أرضية لكن الدفاع الصيفي حاضر يبعد الكرة إلى ميباراكو في استرجاع إلى نيانغ نيانغ طويلة وعالية ناحية الهجوم ثم تدخل بدران بقوته بدران مازال يحتفظ بالكرة يتواصل يمر الكرة إلى جحنيت مسجل هدف ترجع الكرة إلى جحنيت على الجهة اليسرى الحارس شعال تمريرة ودمه في المكان المناسب في قطع الكرة ترجع الكرة الصيفية ناحية من هذه المرة بدران يصعد بدران يحاول مساعدة الرفقاء خاصة جحنيت لكن تخرج له الكرة وتروح ويرتكب رمبة خطأ يقول يعني الحكم لكن خرجت الكرة 5 أمتار و50 سنتيمتر هذا حتى اللاعب هذا بدران يعني صمام أمام أمان شوف الكرة اللي ضاعت عن دراوي كان بإمكانه تسجيل الهدف كان بإمكانه التسديد وحتى كانت عنده يعني التمريرة إمكانية التمرير نعم تفضل عبد النور يعني تكلمنا على بدران لاعب اللي يعني صمام أمام الأمان الدفاع والوفاق قراءة جميلة قراءة ممتازة لاعب يعني في الثنائية دائما هو اللي يتفوق على المهاجمين لاعب اللي يعني القامة تاع يعني كمدافع المحوري في المستوى اللي يعني ممكن يكون عنده يعني المستقبل الكبير في ولما لا يكون في مع المجموعة تاع الفريق الوطني نعم بإذن الله حظ موفق لبدران الكرة الصيفية ترجع إلى جحنيت جحنيت طبعا يتألق كذلك مع وفاق سطيف بعد السنوات الطويلة التي بدايته في كانت ممتازة يعني دار تحضير في المستوى اللي بدا بقوة يعني رانا نشاهدوا جحنيت تاع بداية جحنيت حتى اللعب الذي لا يغير كثير الفريق تجد عنده قيمة ثابتة في الاستقرار يلعب دور كبير نعم
كرة صيفية، كرة بينية يتجاوب مع الجمهور الصيفي المتواجد بمدرجات ملعب 5 جويليه. سيدوم يرجع الكرة إلى الجهة اليمنى، يتواجد بدران، ترجع الكرة إلى سيدهم مرة أخرى، ثم من هناك فرحاني. كرة جميلة بينية اسطيفية، وفاق عالمي، الوفاق يتألق. سيدهم بوسط الميدان، ارجع الكرة إلى الوراء، نمديل، ثم سيدهم توصل الكرة طويلة ناحية الهجوم، ناحية منوح والزملاء، لكن الدفاع المولودية حاضر. طبعا تنويع في اللعب خاصة من الوفاق، شوف كرة بينية بين اللاعبين ثم كرة طويلة، وكأنه يقرأ في خاصة دفاع المولودية. يعني عارفين باللي يعني دوك الدفاع المولودية يتقدم ويكون مساحات، يعني تكون مساحات كبيرة في 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 ظهر دفاع المولودية. وشوف الوفاق أكثر تنظيم، أكثر تحكم في الكرة، أكثر تركيز، يعني حتى من ناحية الثنائيات. نعم، درار رجع يمرر، لكن ما توصلش الكره الى حدوش بعد قطعه من المدافع الوفاق، وجحنيت بالكره. الحكم ما يقولش ما فيش مخالفه، جحنيت وصل الكره، اصبح محاصرا جحنيت. عبود ناحيه طويله من ربيعي، لكن ديانج توصل الكره طويله ناحيه نقاش، هل توصل الكره بالكيفيه اللازمه؟ ديانج مره اخرى، لكن سهله وصعبه في نوعها، يعني شوف يعني كره ساقطه المولوديه. شوف تشوف الكره هذه تحس باللي فريق راه تحت ضغط وكاين تسرع كبير. المولوديه لو تحاول باش ترجع في النتيجه لازم يعني تبقى صابره وتلعب اللعب تاعها، الكرات القصيره وتنويع في اللعب، وحتى الحلول ممكن يكون في الاطراف لو يعتمد على الكرات الطويله راح تكون في صالح زغبة. نعم، ونطلب من هنا من هذا المنبر من الجمهور المولودية ألا يضغط كثيرا على اللاعبين، لأنه ما هي إلا بداية موسم، لعبوا إلا هي المباراة الثالثة باعتبار أن مباراة مؤجلة. يعني ما هي إلا بداية موسم، والإقصاء من رابطة الأبطال الإفريقية ليس نهاية العالم. نعود إلى هذه المباراة، والوفاق تروح له الكرة، فرحاني إلى التماس، فرحاني وكذلك دراوي. هنا نشوف انه اراده اللاعبين، شوف اللقطه الاخيره بين دراوي وكذلك فرحاني، تشوف بانه اللاعبين متضامنين. لا وصراحه تشوف تاسف هنا لهذا المناصر المولودية على المدرجات. لا وتشوف صراحه الفريق اللي حضر، يعني دار استراتيجيه في بدايه التحضيرات، دار تحضير في المستوى، انتدابات، عارفين كل شيء، يعني المباريات اللي كانت تنتظر فيهم. لمسة المدرب يعني بانت، يعني وضوح، يعني وضوح كبير. اللاعبين تأقلموا بسرعة في مع السيستم تاع المدرب، مع فلسفة المدرب، وهذا يعني بدون شك يجي ثمار العمل. هاي كرة أخرى، درارجة تسديد، الحكم يقول ركنية. اللاعب الوحيد اللي راهو في الفورمة اللاعب درارجة من طرف المدرب. نعم، حشود في تنفيذ هذه الركنية والكرة الثابتة، ودرارجة على الصورة، تنفيذ، لكن حاضر الدفاع الصيفي للركنية مرة أخرى. شوف حتى تشوف يعني تشوف الجرينطا تاع لاعبي تاع الوفاق اللي دافع هو بنوح، يعود إلى الدفاع. المجموعة لما تضيع الكرة في كرات ثابتة كلهم يعني متجندين. هاي كرة أخرى للمولودية، والفرصة أمام لاعب المولودية، والدفاع الصيفي يتألق لحد الآن. بورديم يستقبل الكرة، مر من الجهة الأخرى إلى درجة، درجة من جهة توزيعة، وتدخل الدفاع عن طريق اللاعب بدران مرة أخرى، ترجع الكرة عن طريق عزي لكن تقص مباشرة، تروح إلى أسطيف. الهجمات المعاكسة، بنوح ما توصلوش الكرة، محاصر من دمو اللي قطع الكرة، ترجع مباشرة إلى الوفاق الصيفي عن طريق فرحاني، لكن يرتكب الخطأ فرحاني. أوه، هاي لقطة غير رياضية، لقطة غير رياضية من فرحاني، أنه حظه ما شافوش الحكم، كان بإمكانه أن يمنحوا البطاقة. حذاري يا فرحاني من هذه اللقطات الغير رياضية، أنا لا أحبدها، أحبد الروح الرياضية. شوف مرة أخرى ارتكب الخطأ، ثم ارتكب خطأ أكثر. ديانك دراوي يمرر ناحية جحنيت، وسجل الهدف الواحد لحد الآن لصالح الوفاق.
حظ موفق للوفاق في رابطة الأبطال الإفريقية إن شاء الله. تأهل على حساب المولودية بإذن الله، سيتأهل ويتوج على حساب الأفارقة. والكرة للمولودية مرة أخرى، حدوش من بعيد لكن طويلة وبعيدة وعالية. تكلمنا على التسرع وهذا هي المثال، حدوش على الصورة تسرع كثيرا، سدد ومن بعيد، وإذا سجلت من هذه المنطقة وهذه النقطة فأنت أكثر من رونالدو. سويبع يأخذ مكان ديانج في هذه اللحظات، يعني وسط ميدان دفاعي بمهاجم قلب هجوم. هنا ربما تغيير، هنا راح يرجع تكتيكي. راح يرجع ممكن الفريق المولودية يلعب بثلاث مهاجمين، تراجع على الجهة اليسرى، نقاش على الجهة اليمنى، وهل سيترك الفراغات؟ هنا سلاح ذو حدين، هنا مخاطرة بالمدرب، لازم يرجع في، لازم يخاطر يلعب بأكثر لاعبين في الهجوم، وهذا هو يعني. هنا ممكن المولودية ترجع بالأربعة ثلاثة ثلاثة، نظن على حسب الرسم التكتيكي راح يلعبوا بثلاث مهاجمين. فرحة الأنصار، نعم الصيفية، عفوا عبد النور على الصورة، وكذلك نادى لي أحد المناصرين الوفاق وهو تعرفوا على ما أظن العيد بسو، تسمع به العيد بسو العداء المتألق في ألعاب القوى، كلمني وقال بأن الوفاق سيسجل. تحية لهذا البطل. والوفاق لحد الآن متفوق. بورديم إلى عزي، إلى الجهة الأخرى، ميباركو في استقبال الكرة وفي تمريرها، ارجع إلى بورديم، طويلة من بورديم، نقاش محاصر من الدفاع الصيفي عن طريق هذا اللاعب نمديل، ترجع الكرة إلى الدراجة لكن بالخطأ إلى التماس. نمديل اللي يعني راه يقوم بدور يعني كلاعب محوري مع بدران اللي هو متعود يلعب على الاطراف، اليوم رانا نشاهدوا يعني مؤدي مباراه لاباس بها، لاعب سابق للشباب بالوزداد وحتى اتحاد الحراش. نعم اتحاد الحراش، وهذه النتيجه اذا بقت على حالها في صالح وفاق سطيف، يعني ست نقاط بمباراه ناقصه واخرى لجحنيت امام ميباركو. جحنيت مره اخرى يحاول يمر في العمق، ربما الهدف الثاني، وتالق شعال، تألق شعال أمام بنوح. الكرة الصيفية في الاسترجاع مرة أخرى، البناء الهجمة من جحنيت، حضور الدفاع المولودية يخلي الكرة تخرج 5 أمتار و50 سنتيمتر. كانت كرة ممتازة من جحنيت البنوح، لما لو نشاهدوا الإعادة توفيق، شوف 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 شوف, شوف, شوف الذكاء، شوف طلب الكرة في عمق دفاع تاع بنوح، شوف من جنب بنوح، شوف شوف يعني التايمينغ تاع التمريره، شوف لو سقط كانت فيه ضربه جزاء، لكن كمل وسدد اللاعب بنوح، لانه الكره كانت مناسبه من اجل التسجيل بعد تدخل عزي. وصراحه يعني كنا نتكلموا انه الوفاق بدون جابو صراحه كان يعني نقص كثير، لكن ممكن اليوم جحنيت، اليوم جحنيت عوض، هاي الكره عوض بامتياز اللاعب، يعني راهو يدير في دور جابو، لعب اللي ماروش جحنيت ما يرجعش كثير، يمشي للمساحات تاع دفاع تاع المولوديه، يستغل هذوك الكرات المرتده، الكرات يعني للهجمه المعاكسه. لعبت كره القدم تاع عبد النور، في بعض الاحيان غياب اللاعبين، حضور جابو ومثل جابو يغطي بعض اللاعبين، اليوم نحضر غاب جابو حضر جحنيت، يعني لا. وصراحه بكل يعني موضوعيه، انه جابو دار الظل نوعا ما على جحنيت، يعني صراحة هذه يعني في كل المواسم لما يكون جابو الناس ما تتكلمش على جحنيت، لما مشى جابو النادي الإفريقي شاهدنا جحنيت يعني اللي كان بكل مستوى انفجر. كيف سيكون رد المولودية فيما تبقى من الوقت؟ نلعب الدقيقة 66، هدف مقابل صفر للوفاق امام المولودية ملعب 5 جويليا. نعم عبد الله، حتى التوفيق يعني نحييو المناصر تاع شباب الوزداد اللي اليوم الولد تاعو العيد ميلاده وسيم، اللي الناصر المناصر تاع شباب الوزداد اللي نحييوه ونقولوا يعني عيد ميلاد الابن وسيم اللي دار 17 سنه اليوم. نعم، وعيد ميلاد لكل الذين يحتفلون بعيد ميلادهم اليوم، كل الجزائريين
شباب الوزان نذكر اليوم فاز امام دفاع تاجنات بهدفين مقابل هدف، نتيجه ايجابيه في ظل الظروف الصعبه التي يمر بها شباب الوزداد والمشاكل خاصه الماليه والتنظيميه بالاداره شباب الوزداد. اليوم فوز يجعل الشباب بزائد نقطه بعدما انطلق بناقص، يعني نتيجه ايجابيه. نذكر بعض النتائج كذلك، نادي بارادو فاز وضرب بقوه امام اولمبي المضيه بثلاث اهداف مقابل صفر، اتحاد العباس كذلك ثلاثة مقابل واحد، مولودية بجاية فازت على البطل بهدف مقابل صفر، الأهلي البرج تعادل مع نصر حسين داي، نقطة لنصر حسين داي من البرج. الثورة ضربت بقوة أمام كذلك بدا الضغط على الآخر، بدا الضغط على الفرق، ويعني الاستقالة الأولى للمدرب تاع دفاع تاجنات حمادي دو، يعني بدأت الاستقالات والإقالات بعد كازوني اليوم، يعني بعد الهزيمة الرابعة حمادي دو يعني استقالته من تدريب فريق دفاع تاجنات. دفاع تاجنات يعاني كذلك في المرتبة الأخيرة. الآن هاي كرة ثابتة، دخل الدفاع، لمست الكرة الدفاع بعد تسديد تربيعي المتألق بتسديداته القوية المسددة بكل دقة. هاي الهجمة للمولودية، هل سيكون الرد إيجابي؟ لكن الكرة ضاعت، الكرة ضاعت والدفاع الصويدي دائما حاضرا. عزي ترجع الكرة إلى ميباراكو ثم عزي ينطلق، وحضور اللاعب ربيعي مرة أخرى في قطع الكرة، تحصل على مخالفة و بطاقة صفراء ربما. بانوح ساقط على أرضية الميدان، نعم فيه تغيير، بانوح ساقط، خروج ميباراكو ودخول حاشي، يعني منصب بمنصب راهي نظن بعد 10 دقائق بعد دخول لاعب شويبة ميباركو رجع على الجهة اليسرى ودوك يعني عوضوا اللاعب حاشي. سلامات للاعب بانوح لاعب وفاق سطيف. هاي اللقطة مرة أخرى، عزي أمام ربيعي يتفوق ثم تدخل على بانوح ومخالفة يقول الحكم. إن شاء الله سلامات. لا 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 يا فرحاني، لا يا فرحاني ويا عزي، لا نحبذ مشاهدة هذه اللقطات بين اللاعبين، هي إلا كرة القدم، كرة القدم تتطلب منها الروح الرياضية، المنافسة على أرضية الميدان أكيد، لكن لازمش نزيدوا عبد النور بكلام اخر ومشدات وتكون مثال، يعني تكون مثال لما تقدم جزائرية في غنى عن هذه واحد يعني يتقبل او يعني يمشي لهذو الاشياء التافهه انه يتكلم مع اللاعبين او تكون يعني شتائم بعضهم بعض. هاي كرة أخرى في العمق، نجاح حنيت يستقبل الكرة أمامه، دمه يدور يمر، وعودة عزي في المكان المناسب، ترجع الكرة إلى الدراجة تصل بوسط الميدان إلى شريف الوزياني من هناك أمام حاشي ثم بورديم إلى الوراء. حتى اللاعبين تشوف اللي ماهمش في الفورما، ما شفناه شاهدناش حدوش، ما شاهدناش لاعب نقاش بورديم، يعني تنجم تقول لعب 10 دقائق او ربع ساعه يعني ودك يعني راهو تائه نوعا ما، ما يعرفش وين يتمركز روحه، ما يعرفش وين يكون امام الكره، وهذا الشيء انه رجع بالسلب لمردود الفريق المولوديه سواء من المردود الفردي والجماعي. شريف الوزاني لحشي، شوف كرات سهله، كره في التمرير غير مركزه، لما تكون وسط الميدان يعني في كرات يعني بين خمس كرات تضيع ثلاث كرات او اربعه، يعني ما راكش ما تنجمش تكون وسط الميدان. هذا هو الشيء انه الوسط الميدان تاع مولوديه الجزائر نوعا ما ضيع عده كرات في المباراه الاولى تاع يوم الثلاثاء، ونشاهدوا هذا المباراه. نعم، رغم انه شريف الوزاني ادى ما عليه في الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني ضيع كثير مثل هذه الكرات، وتغيير اخر للمولوديه. بورديم يعني شوف توفيق 70 دقيقه 71 دقيقه ثلث وأمضى. ثلاث تغييرات. نعم. حتى بورديم تكلمنا انه نوعا ما يعني ما راهوش في الفورما، تائه ربما ما دخلش منظومه مولوديه الجزائر، مازال ما تاقلمش، مازال ما تاقلمش مع فريق المولوديه. نقول لك يعني شيء واش راني نشوف، يعني ثلاث مباريات او اربعه لاعب هذا لازم يعمل من اكثر من ناحيه تكتيكيه، يعني وانت خاصه تمركزه لانه هو لاعب كبلاي ميكر، يعني لاعب يلعب صانع لعب،
والانطلاق حشي تؤتيه الكره في العمق ما يوصلهاش امام محاصره من دفاع سطيفي تخرج مباشره الى 5 امتار و50 سنتيمتر. شوف دفاع سطيفي قلناها ونكررها تنظيم جيد لحد الان رضواني والزملاء. رغم ذلك شوف الطوسي هنا ماذا يقول عبد النور؟ ممكن يتكلم عن مع الطاقم انه لازم يكونوا كرات طويله في اظهار فريق المولوديه لانه فيه مساحات وفيه بطء. لو تكون يعني كرات كما اللي شاهدناها تاع جانيت البانوح تكون فيها التايمينغ وتكون في الوقت المناسب ممكن نشاهدوا هدف ثاني من طرف الفريق. انا يقول للاعبي حذاري من الاطراف اللعب على الاطراف للمولوديه لانه التكتل الدفاعي ربما الحلول امام المولوديه من جهه الاطراف. لكن بعد هذه الكره سيدهم طويله ناحيه الهجوم بانوح وشعال في استقبال الكره بكل سهوله. شعال لحد الان تالق رغم تلقي هدف من جعنيط. الكرة سطيفية في يسترجع بوسط الميدان بانوح مرة أخرى لكن عزي الدخل يسترجع الوفاق بكل سرعة. ربيعي ناحية عبود ربيعي ترجع الكرة لكن شريف الوزداني في قص الكرة ترجع الكرة إلى درارجة ما زال درارجة يمرر يفتح تدخل دفاع سطيف مرة أخرى مراوغة جسمانية من ربيعي ما يضيعش الكرة ويتحصل على مخالفة يقول الحكم ومن درارجة حذاري درارجة حذاري من الإنذار حذاري من الحكم لأنه أعلن مخالفة. شوف هنا تدخل مخالفة شرعية وتشوف باللي هنا النرفزة تحس باللي النرفزة لما يكون النرفزة هاي كرة أخرى في العمق هاي كرة أخرى في العمق يا عبد النور لكن في تسلل يعني تدخل النرفزة وتدخل يعني لما اللاعب ينرفز وتكون التعب دائما يكون الاخطاء وارتكاب الاخطاء وهذا الشيء اللي رانا شاهدوه من طرف الدرارجة وكما اللاعبين كما نقاش او حتى امضى ناحيه حشود ركنيه قبل نهايه اللقاء ب 16 دقيقه حشود في تنفيذ ركنيه اخرى توفيق كل لاعبي الوفاق في الدفاع في المنطقه ما عدا دراوي خارج المنطقه لالتقاء الكره الثانيه نعم وقصير وليس بامكانه الدفاع او حشود الحكم صعوبه المهمه للحكم في الشوط الثاني وفي هذه اللحظات تنفيذ من حشود في هذه اللحظات لصالح المولوديه كان سياتي بالجديد حشود طويله ناحيه الهجوم تدخل الدفاع الصيفي ما زال الكره للمولوديه تسديده وبعيده من حدوش مرة أخرى ما شاهدناش شيء الكثير من اللعب هذا يعني تحس به ما عدا التسديدات البعيدة الموسم الماضي مركزة. كان الموسم الماضي كان في الوفاق يعني كان في مستوى عالي بدايته في المولودية نفس الشيء بالنسبة لبيلو وهو وبوردين صعبة بداية صعبة حشود يسترجع الكرة وينطلق في الهجوم والتوزيع ناحية نقاش لكن محاصر حذاري من دفاع سطيفي حشود أو نقاش فيها اصطدام واصطدام بين المدافع والحارس بين بدران والحارس إن شاء الله سلامات إن شاء الله سلامات للاعب بدران على الصورة والحارس زغبة المتألق كان تردد في هذه اللقطة زغبة شوف توفيق كان تردد في الخروج شوف وكان حتى ما فيش كلام بينه وبين بدران وحتى لما راح الكرة بيده ما كانتش يعني بطريقة هنا تدخل الشخصية تاع الحارس لما يكون في في 18 متر تاعو لما تكون عنده شخصية ويتكلم مع دفاعه بصوت عالي كان بإمكان هنا يوقف اللاعب بدران شوف حتى الكرة كانت سهلة ربما لبدران كانت سهلة وفي بدايتها كان تردد من الحارس زغبة نعم كان بإمكان بدران أن يقطع أمام نقاش هاي مرة أخرى اللقطة من جميع الزوايا شكرا لمخرجنا يزيد والفرقة العاملة هنا بملعب 5 جويلية من مصورين وتقنيين هنا ربما حتى بدران وزغبة يحاولوا تضييع بعض الوقت عبد النور لأنه لا كان استدام كان نعم كان استدام قوي إن شاء الله يكون سلامات كان استدام قوي إن شاء الله يكون سلامات بين حتى شوف الشيء الجميل أنه طبيب المولودية موجود داخل أرضية ميدان لإسعاف الزغبة
جميل. وهذا شيء يعني يحتسب على الطاقم الطبي تاع المولوديه انه حتى اللاعبين يزيدوا شويه في بعض الاحيان. لا 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 ما كان الاستدام قوي قوي جدا وان شاء الله يكون سلامات. ان شاء الله سلامات يا رب. إن شاء الله سلامات لزغبة وبدران. دائما ما تكون المباريات بين المولودية والوفاق هنا بملعب 5 جويلية أن تكون قوية، وغالبا ما يعود وفاق سطيف بنتائج إيجابية من ملعب 5 جويلية. أكيد أخيرها رابط الأبطال الإفريقية في البطولة في السنوات الماضية. المولودية طبعا ربما يتلقى صعوبات أمام وفاق سطيف، خاصة في ظل الوضعية الصعبة التي يمر بها المولودية، الفريق الذي نتمنى له العودة، لأنه تواجد المولودية في التنافس على اللقب يعني الجمهور ملعب 5 جويلية ممتلئ عن آخره، حتى يعني حتى نحن الصحفيين عندنا ما نقول. إيه صحيح، يعني حتى تشوف المولودية يعني تشوف الجمهور هذا بإمكان يعني يستهل لأنه يعني يكون فريقه قوي، يكون فريقه يبهر كبير من ناحية اللعب، خاصة الموسم الماضي كنا نتكلموا أنه من ناحية الأداء فريق مولودية الجزائر كان فريق أحسن فريق من ناحية والعودة الأداء القوية خاصة. والعودة القوية مع نهاية الموسم كان يعني خارج يعني خالي من بعدما عاد كانوا يرشحونه من أجل اللقب، من أجل اللقب في الأخير. وحتى طريقة لعبة يعني تشوف بين لما نديروا بين الموسم الماضي والموسم هذا، يعني الفريق كان يخرج الكرة من الوراء، كان الحارس ما يلعبش كرة طويلة، لكن هذا الموسم بداية الموسم نشهدوا أنه شعال يلعب كرة طويلة، المدافعين ما يخرجوش كرة قصيرة يلعبوا كرة طويلة، يعني تبدلت كان نفس المدرب لكن تبدلت طريقة اللعب تاع فريق المولودية، وهذا ممكن أثر سلب على اللعب المولودية. نعم أمادة بوسط الميدان، حيرة مناصري المولودية، طويلة ناحية الهجوم، تدخل الدفاع مرة أخرى بكل قوة، جحنيت أمام بدران ينطلق يحافظ على الكرة لكن محاصر بلاعبين، توصل الكرة إلى عزي ثم أمادة، أمادة بيسراه يدور في حلول من خلال دراجة ثم طويلة دراجة ناحية الأطراف، حشود في الانطلاق لكن تروح له الكرة أمام فرحاني ثم ضراوي ثم طويلة وعالية دمو في قطع الكرة، توصل الكرة إلى شريف الوزاني، مازال يحتفظ بالكرة شريف الوزاني، يمررها إلى حاشي من الجهة اليسرى بدور إلى حدوش، ماذا يفعل حدوش أمام الدفاع الصيفي، مررها إلى أمادة، أمادة محاصر يوزع لكن رضواني في استقبال الكرة وإخراجها التماس، حاشي بسرعة حيث أمادة، البديلين حاشي وأمادة هل سيأتاني بالجديد، حاشي مازال يطغل، حاشي يطغل، حاشي مرر حضور الدفاع الصيفي دائما دائما تغطية فيش حلول وعن طريق رضوان المتألق من الجهة اليمنى لدفاع وفاق سطيف. يعني حتى المولودية بدأ يعني يرفع الريتم ويحاول في الأطراف، وهذا شيء ممكن. نعم ولم لا العودة ولم لا الرأسيات والأهداف، دمو نزلت الكرة للمولودية، تدخل الدفاع، دمو مرة أخرى يصعد لكن يترك مكانه فيه تغطية من عزي والزملاء، القائم ينوب عن زغبة، القائم ينوب عن زغبة وبكل قوة إلى الركنية. المولودية تحركت في هذه اللحظات، هل سيأتي بالجديد في العشر دقائق الأخيرة؟ تنفذ الكرة وإلى الركنية مرة أخرى، إلى الركنية مرة أخرى وعن طريق هذا دائما بنوح الذي يعود لمساعدة الرفقاء في الدفاع، فيه اصطدام ربما بالقائم لبانو. لا لا ضرب الكرة يعني ضرب الكرة بالرأس. شوف هنا لاعبي شوف يعني شوف الجرينتا تاع اللاعبين انه ينوضوا في لا 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 فيه، إذا كان فيه إصابة لما لا؟ إذا كان فيه إصابة مع للحكم إلا تقديم الإسعافات، لأنه من حق اللاعب تقديم الإسعافات أو إخراجه لتقديم الإسعافات الأولية له، لأنه حالة اللاعب صحة اللاعب أهم من كل شيء في مثل هذه اللحظات. صحيح. الحكم يشير إلى بطاقة صفراء ولهذا اللاعب سويبع. شوف كرة، شوف كرة دمو
كرة درارجة كانت في المستوى يعني لو لمس الكرة نقاش كرة دمو عفوا يعني لو لمس كرة كانت الهدف أو كانت خادعة للحارس زغبة حتى زغبة ما كانش ينتظر فيها كان ينتظر أن النقاش ربما راقب النقاش ولم يراقب الكرة كرة في العمق رائعة من دمو المدافع مرة أخرى شوف هناك كثرة الركنيات الخطر يحوم على دفاع الوفاق كيف سيكون رد الدفاع الصيفي هل سيواصل على التألق أم أن هجوم المولودية له كلام آخر حدوش دائرية الدفاع حاضر مرة أخرى مازال الكرة دمو في قطع الكرة مرة أخرى يصعد ويرجع لاستقبال وقطع الكرات يرجع إلى أمدا أمدا رايحة تكون طويلة على الأطراف توصل الكرة التوزيع سهلة سهلة نوعا ما للحارس الزغبة هنا مهاجمي المولودية ما كانش حضور يعني في الكرات هذه مثل هذه الكرة لدرارجة نعم هذه الكرة لدرارجة ربما يكون فيها جديد دياموندي الغائب عن هذا اللقاء بعدما لعب في مباراة رابطة الأبطال الإفريقية حضر نفسه ربما راح يدخل في هذه اللحظات دياموندي ممكن راح يكون في مكان اللي خذا يعني الإصابة بنوح وفي هذه اللحظات بالفعل دياموندي مكان بنوح هنا راح يزيد المدرب طوسي يعزز وسط الميدان باللعب دياموندي لأن خروج بنوح راح ممكن جحنيت هو اللي راح يكون في الهجوم الكرة بمنطقة المولودية عن طريق شريف الوزاني ثم دمو يدخل إلى حشي هل سيصل الكرة بالفعل حشي يصل الكرة يراقبها يمررها إلى حدوش من جهته إلى أمادا بوسط الميدان ثم توصل الكرة إلى درارجة درارجة أصبح يغير المكان حشود توزيعة طويلة الدفاع حاضر صيفي أعتقد. ثم الإبعاد من سيدهم ثم شريف الوزداني في الاستقبال ارجع إلى دمو ثم درجة بوسط الميدان هذه المرة في توزيع الكرة ناحية حشود هل تصل الكرة لكن تألق الدفاع الصيفي مرة أخرى عن طريق نمديل يعني دروي إلى ربيعي يرتكب الخطأ على ربيعي من قبل درجة نشوف كيفاش دافع المدافع نمديل في هذه الكرة نعم والكرات هذه الطويلة راح نشاهدوا 10 دقائق الأخيرة تاع المباراة تاع كأس إفريقيا أنه فريق المولودية دخل في تسرع وبدأ يلعب بالكرات الطويلة اللي راح تكون في صالح الدفاع في صالح الدفاع وفاق سطيف نعم عزي قطع الكرة ناحية شريف الوزاني شريف الوزاني مازال يحتفظ بالكرة يمر إلى حشي من الجهة اليسرى حشي يطلبها نقاش الأطراف يفضل المراوغة ثم التمرير بالخطأ إلى الدفاع الصيفي جحنيت يستقبل الكرة ثم بوسط الميدان الذي دخل هذه المرة دياموندي يرجع الكرة إلى عبود ثم إبعاد الخطر من بدران في الاستقبال درارجة تروح له الكرة لكن مباشرة إلى الدفاع المولودي عن طريق شريف الوزاني ثم عزي رايحة تكون طويلة من عزي لا يفضل التمرير إلى جنبه أين يتواجد شريف الوزاني ثم أمادا ماذا يفعل أمادا ما فيش حلول يرجع الكرة إلى درارجة يراوغ درارجة طريقة فنية يمرر التوزيع والتسلل الحاضر التوزيع والتسلل الحاضر من حدوش راح نشوفه بالعرض البطيء طبعا نظن هذه الكرات ما راح تكون في صالح المولودية شوف العرض البطيء الكرة لما خرجت نعم فيه لاعبين في تسلل من نقاش لاعبين نعم في تسلل واللاعب حدوش الحكم أصيب وله كل الحق والحق الكامل نعم زغبة حكم مونديالي يعني الحكم نعم. المساعد إيتشالي نعم عزي في قطع الكرة لكن الحكم يقول مخالفة لدراوي والوفاق أمامه 5 دقائق فقط لأن هذا اللقاء وكسب النقاط 3 هل سيعود بفوز آخر من ملعب 5 جويلية تنفذ الخطأ من فرحاني ناحية الدفاع مباشرة أمضى بوسط الميدان دياموندي بكل قوة يدخل
شوف هنا الدفاع بالمنطقة الخصم، يعني دفاع الوفاق يعني بمنطقة مولودية الجزائر. توفيق ما يخليش الفريق المولودية أول كرة تخرج بسلام، دائما لازم يكون ضغط على حامل الكرة ويدفع حامل الكرة إلى الكرة الطويلة. طويلة. حشود يمر إلى الوراء إلى عزي أمام شريف لوزاني توصلوا الكرة. شريف لوزاني أمضى من الجهة الأخرى توصلوا بالفعل. أمضى رايح يوزع بالفعل يوزع أمضى 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 ولكن زغبة زغبة يبعد الخطر أمام سويبع. دراوي دياموندي دراوي ترجع له الكرة. ربيعي تخرج الكرة أو خطأ يقول الحكم على دياموندي. يدخل قراوي. قراوي ضد فريق السابق وبفريق السابق يعني راح ورجع إلى الوفاق. نشوف القراءة تاع المدرب الطاوسي زوج وسط ميدان دفاعي راح يكون في مكان الدخول راح يكون في مكان عبود. شوف يعني تسيير يعني شوف كل مرحلة عندها المدرب تاع المولودية في 70 دقيقة كان دار ثلاث تغييرات لكن الطاوسي بعد الدقيقة 83 وين دار التغيير يعني كان مصاب بنوح ويعني في الدقيقة 87 التغيير الثاني يعني تشوف قراءة المباراة خطيرة ربما خطيرة. جحنيتي تغل جحنيتي داخل 12 متر لكن عزي حاضر يبعد الخطر حتى من ناحية ربما من ناحية تجربة المدربين يعني بالخير تغييرات في ظرف قصير في ظرف 10 دقائق قام بتغييرات لكن الطوسي استعمل الوقت يعني ما كانش متقارب وقرأ بطريقة يعني جيدة. هذه يعني ثقافة الفرق الكبيرة وحتى المدربين يعني لما يقرأ المباراة يعني كل يعني هذه استراتيجيات منذ قبل بداية المباراة أنه راح يفعلها في الشوط الأول شيء والشوط الثاني شيء والبنك الاحتياط اللي يصنع الفارق في الشوط الثاني يعني نعرفوا احنا التغييرات راح تكون من الدقيقة 70 وفما فوق. هذه كلها قراءات تاع مباراة. نعم قراءة المباراة التحضير لها من قبل ثم أثناء خلال اللحظات الأخيرة المهمة بالنسبة للوفاق خاصة المتقدم في النتيجة قبل دقيقتين من نهاية الوقت الرسمي. تدخل رضواني أو فرحاني ثم عزي إلى التماس. مفيش تفلسف من عزي مباشرة إلى التماس لأنه كان محاصر من جحنيت والزملاء. ربيعي أصبح نوعا ما تقدم ربيعي. هذا اللاعب يعني بعد نتكلم عليه كثير في المستقبل. بالعقب جميلة ناحية الدراوي لكن تروح له الكرة. شوف الكرة الفنية هضرنا على تكلمنا على ربيعي كرة فنية إلى شوف يعني اللاعب دراوي يعني معروف وشوف يعني شوف هاي شوف تمريرة لقطة جميلة فنية جميلة من هذا من يعني شوف توفيق شحال من لاعب وسط ميدان شحال من لاعب وسط ميدان تاع الوفاق يعني ما شفناش مهاجمين دوك يعني الوفاق ما كاش مهاجم صريح راهو فيه جحنيط وسط ميدان ربيعي وسط ميدان دراوي وسط ميدان سيدو يعني وسط ميدان خراوي وسط ميدان الخطر ياتي لدفاع المولوديه من كل جهه يعني اللاعبين اللي متعددين المناصب اللي عندهم يعني يعرفوا يدافعوا وينجموا يجيبوا من النزعة الهجومية. نقاش إلى الوراء عزي الوقت الرسمي انتهى. نقاش تدخل الربيعي مرة أخرى إلى التماس. أربع دقائق كاملة وقت بدل ضائع. دراوي إلى ربيعي ما زال يحتفظ بالكرة. ربيعي يتحصل على مخالفة. شحال جاب من مخالفة ربيعي وأمام ضررجة في العديد من المرات. يعني تشوف اللاعب هذا وسط ميدان اللي ما يبانش كثير في المباراة لكن يعمل عمل كبير واللاعب اللي يجيب الفايدة للمدرب. أي مدرب يعني يتمنى لاعب كيما ربيعي يكون في الفريق تاعو. لاعب متعدد المناصب اللاعب اللي يعني كالستانجور كما يقول لك عصري مودرن. دخول غشة في مكان دراوي
هي ربما تكتيكي في اخر لحظات ثلاث دقائق ممكن نهايه هذا اللقاء، ممكن غشه للاحتفاظ بالكره اكثر ويدخل سرعته في ثلاث دقائق وما يسمحش لدفاع المولوديه ويلعب المولوديه بالصعود ربما. تثبيت لاعب المولوديه بالمنطقه، غشه في اول كره له يلمسها، مراوغة أمام حشود ونفس الرقم يحمل اللاعبين، جعنيط يدخل لكن عودة عزي وبعد الخطر ثم دمه شريف الوزاني إلى حشي، حشي أمامه اللاعب حدوش، ترجع الكرة إلى أمادة، أمادة طويلة ناحية نقاش ما توصلوش، حضور فرحاني ثم قش الذي دخل منذ لحظات ثم ربيعي، مراوغة جميلة لربيعي ثم التمريرة إلى غشة ما يوصلش على الكرة، ما يوصلش على الكرة، غشة على الصورة إلى التماس. أمادة الشوت شريف الوزاني إلى الوراء تعود إلى حشود ثم أمادة، الكرات هي في صالح وفاق سطيف لأن الكرة الخطر بعيد لكن اقترب الخطر عن طريق سويب، تمريرة جميلة واش ضاعت الكرة من درارجة في هذه اللحظات ولكن في وضع التسلل يقول الحكم أو هناك ظن هنا الحظ ما كانش مع درارجة حكم التماس رفع الراية فيش تسلل، نعم فيش تسلل، نظن كان 5 امتار و50 اتشعلي اسار الى ماذا 6 5 امتار و50 نعم يعني هنا ما كانش محظوظ اللاعب فيش نعم ما فيش الكره واندر لزغبه الحارس زغبه الحكم يقول له تضيع الوقت واعتقد انه زغبه لما خذا بطاقه صفراء في كاس افريقيا راح يكون معاقب في المباراه الجايه في كاس افريقيا واليوم نظن الزغبه ما عليه انه ينقص من هذا اللعب يعني اللعب السلبي ويعني تضييع وقت لانه مرة البطاقات هذو ما راحش يكونوا في صالحه في المباريات الجايه. درجه يضيع ضربه جزاء وتضيع عنه كره الهدف، هدف التعادل في اللحظات الاخيره. عبد النور كيف تقيم يعني اللقاء قبل نهايته بثواني؟ والله الشيء اللي نجم نقولوه انه بالنسبه للوفاق يعني برافو لهذا الفريق، برافو لهذا المدرب اللي عرف يسير زوج مباريات ضد المولودية، يعني أكثر حضور كان 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 ممتاز في كل النواحي يعني التكتيكية في الناحية الدفاعية من الناحية الهجومية، عرف كيفاش يسير المباراة. بالنسبة للمولودية يعني ما لقاش الضالة تاعو، فيه مشاكل أثرت على يعني معنويات تاع اللاعبين وحتى شفناها على أرضية ميدان تسرع. نتمنى الفريق المولودية حتى إدارة المولودية تكون يعني تسير عقلاني وممكن إن شاء الله نشوفه خير إن شاء الله. نهاية اللقاء وتفوق الوفاق 3 نقاط ثمينة، حظ موفق للوفاق فيما تبقى من البطولة وكأس رابطة الأبطال الإفريقية، حظ موفق للمولودية كذلك. نتمنى العودة في النتائج الإيجابية لهذا الفريق، ما هو انهزام إلا انهزام في جولة ثالثة، فيه مباراة متأخرة للفريقين يوم الرابع من هذا الشهر. نتمنى حظ موفق للفريقين ونلتقي أعزائنا الرياضيين إلى في مناسبات أخرى بإذن الله. وفاق سطيف أو مولودية الجزائر 0 وفاق سطيف هدف عن طريق جحنيت في الدقيقة 51. شكرا لك عبد النور، شكرا للفرقة التقنية بقيادة المخرج يزيد بلكود، وإلى اللقاء.